أول شي رح نبلش، تعرفوا سيلكشن تول؟ سيلكشن تول ما لها أي إعدادات، ما في، بس إنه بتختاروا. خلينا نرسم شكل بس لحتى. كالعادة أشياء بسيطة. سيلكشن تول كلياتنا بنعرفها، وفيها هي اللي بنقدر نعمل فيها الترانسفورم. طبعا عنا الـ Direct Selection Tool، هاي قلنا عليها هلا، قلنا على كل شيء بيكون في هون حواليه زر صغير أو مثلث صغير، بيعني إنه في أداة تانية بقلب هاي الأداة، مو هي لحالها. فهي اختصارها حرف الـ A، وأغلب الاختصارات أغلب الأدوات بيكونوا أحيانا كاتبين على الطرف هون اختصار لها، مثلا هاي مو مكتوب، هاي الـ P مثلا، هون شيف سي مثلا، بس احنا في لها اختصار ثاني كمان Alt. ومثل ما قلنا بالاختصارات في شغلات بتكون اساسيه فينا نحفظها، وفي شغلات نحن فينا نغيرها بعدين. واي شيء في هيك اكثر من وحده، وفي هون زر صغير بيطلع هيك وبصير قائمه، مثل ما عملنا وقت اللي قصه الاشكال هون او الاوبجكت بهي الطريقه. طيب هلا قلنا selection tool، عنا أول شيء direct selection tool، قلنا إنه نحن عنا هذا الشكل، لمجرد أول شيء يكون هيك عاملين، لاحظوا هون فاضي، هون فاضي المربعات هاي، هنا ميزونة، هاي المربعات فاضية، تعني إنه نحن عم نقدر نعمل scale أو نقدر نعمل rotate. هنا نعمل زوم شوي لبرا، نقدر نعمل rotate. طبعا الروتيت اذا بدي اياه انا مثلا هو بدي افتله بطريقه تكون متساويه نعمله معين، نحط على الشيفت ونفتل. شايفين كيف هلا انا عم بفتل بطريقه كانه مقفول، بس انا عم حرك بس كابسه على الشيفت. لما اقيم الشيفت شوفوا، حتى بتلاحظوا هون الاضلاع تبعه ما عم ترج، يعني مو انه مزبوطه، بس اكبس الشيفت صار يحدد لي بطريقه انه قدر حرك بمقاسات متساوية. طيب Direct Selection Tool، أول ما حطيت عليها شوفوا هنا النقاط كيف صارت، ما لا مفرغة، صارت غامقة. طيب أنا لما أجي أعمل هيك أمسك عليه وأسحبه وسحبته كله، لأنه الكل محدد، بس أكبس كبسة واحدة هون خلاص حددت هاي النقطة أنا اللي بدي أحركها، والباقي كله فضي. إذا ملاحظين شوفوا هون هاي النقطة اللي بدي إياها، وهي بجي مسك هيك بالطريقة اللي بدي إياها، بغير شكله بالطريقة اللي بدي إياها. طيب وفي عنا هدول اللي بيعملوا الانحناءات، هون بضغط على هاي مثلا، لاحظوا هون فاتحة ما لا غامقة، يعني ما لا محددة. بدينا رجعنا، طب هي ما كانت ظاهرة قبل شوي، أنا بس ضغطت هون طلعت. شوفوا كيف مسحها، غير أنا هون ما لها ظاهرة النقطة اللي متحددة هون، واحد اثنين ثلاثة، حتى هي بتحدد هذا الظل. بس حتى لو ما كانت ظاهرة ممكن نعمل نكبس كنترول تظهر. دول اللي على الأطراف هلا بحكي لكم عنهم كمان، حتى بنضل تمام. طيب هلا هي في شيء تاني بقلبها، هو هي جروب سيلكشن تو، هي شو بتعمل؟ ممكن انه نحن مجرد نقرب نختارها، نقرب هون مثلا على الباث، كل شيء هيك نحن بنرسمه بكون لونه ازرق اسمه باث، يعني مسار. اي شيء بنقرب عليه أنكر. نعم نضيف أنكر. طيب ما في مشكلة، وبكل الأحوال أنتوا جربوها، بس نحن مثلا عنا حنجرب هلا نعمل جروب، هي إلها شغل تاني، هو إنه مثلا هي عنا هدول اثنين وهنا جروب كنترول
جي، أول شي غادي نحددهم كلهم كنترول A كنترول جي، صاروا جروب. نجي نضغط عليها، فيها تحدد لنا جزء واحد بس اللي هو هذا، مع أنه هنا جروب. إحنا إذا جينا ضغطنا هي جروب، شايفين أخذ كله، أخذ كله. طب أنا بقلب الجروب في عندي أكثر من واحد، هنغير الألوان بس حتى تبين معنا. هلا أنا فتت على قلب الجروب، ليكو هون، أنا هون بقلب الجروب، هأخذ كمان واحد تاني، حطه هون مثلا، غير لونه على الأزرق، نطلع برا الجروب، نلبس كبستين هون أو كبستين برات الجروب بأي مكان. جينا ضغطنا على هاي، هلا هنا الجروب كله المفروض، شايفين كله الجروب. كبسنا على هاي، طبعا مو هاي، مو الدايركت، الجروب سيلكشن تو. قدرت اضغط على واحدة فيها، صحت. يعني هي للجروب نقدر نعدل فيها من دون ما نضغط داخل الجروب. بس كمان هي يعني للحقيقة أحكي لكم من خبرتي، نحن ما نستعملها كتير، أغلب الأوقات إنه خلص عملنا هيك، فتنا على الجروب وعدلنا اللي بدناه، وخصوصي إذا كان عنا تمبلت. تمبلت بيكون مثلا جاهز، نحن بنجي بدنا نعدل عليه، ما حنجي نحط مثلا هاي الأي، وخصوصي إنه ما إلها اختصارات مثل هاي على الكيبورد. نفوت ونفتح هاي لحتى نفتحها، لحتى نقدر نحدد واحد من بيناتهم، لحتى نقدر. طيب، وعندنا الماجيك سيلكشن تول، هي بتحدد العناصر المتشابهة بالألوان أو نفس الخط. يعني مثلا هلا نحن لو جبنا هاد، وخلينا نعمل اندر جروب، جبنا هيك ثاني هيك يعني خلي كمان هنا صارت عندنا يا نفس الوقت. هلا حنختار هاي أي شيء بنحدده بيختار نفس اللون نفس الخط. شفتوا أنا أول ما حددت عليه لها دغري اختار معه هذا. هنرجع نعيد هاي الماجيك تول، حدد الاثنين، مع إنه هنا ما لهم جروب. شوفوا بيحدد كل العناصر المتشابهة إذا كانت بنفس اللون أو بنفس الخط. أنا هي شو بستفيد منها؟ مثلا إذا كان عندي رسم، تتذكروا الرسمة اللي رسمناها تبع النجوم بتاع الامتحان؟ في أماكن كتير نفس اللون، مثلا مخترنا المربع اللي ورا لونه أزرق مثلا، فكنا راسمينه مثلثات، فأي مثلث من نفس اللون بيختاره، أو نفس الخط مثلا كمان بيختاره. هاي الماجيك تول، مشان ما نعمل مثلا شيفت، تتذكروا الشيفت اللي قلنا عليها شيفت هون هون هون، مشان ما نختار مثلا، لنفترض إنه هدول كلهم لونهم أصفر، مشان ما نقعد نعمل هيك. إذا بتتذكروا ملفته على الطيارة وهيك هدول، فمشان ما نختارهم بهي الطريقة مثلا، أنا عندي هاد، بجيب الماجيك تول بكبس عليها خلص هو اختار هاد وهاد. لو كان في عنا واحد تاني أصفر مثلا، أنا ضغط برا سلكشن ماجيك تول، ايوه بصير هذا اسهل. شان يعني اذا كانوا قراب السلكشن تول هي احسن شيء، بس هي اذا كانت نفس الالوان نفس الخط، مثلا اذا كنا حاطين كتابه مثلا، الكتابه مثلا العنوان نفس الكتابه اللي جوا مثلا غير خط، وعنوان وعنوان مثلا في عنا عناوين، عده عناوين وعنوان، وكل العناوين بنفس الخط، فبس نختار اول العنوان خلص هو بيختار باقي العناوين اذا بدنا نعدل عليها بالالوان أو حتى نغير الخط مثلاً أو إعداداته. هلا في عنا هاي اللاسو تول كمان اللي حكينا عليها قبل، هنحط هيك اللاسو تول إذا بتتذكرون. هي اللي بنقدر نحدد فيها مكان معين، مثلاً أنا بدي بس هذا الشكل، فهو بيحدد لي إياه كله.
إذا كان في حواليه أشياء مثلا مثل إذا بتتذكروا، خلينا نشوف إذا الساعات محتفظة بالملف ننزل اللي كان فيه تبع السفر. لا سطولي اللي قلنا عليها انه مثلا انا بدي احدد هاي الطائرة او هاي مثلا من دون ما احدد الباقي اللي حواليها. طبعا وقت نحدد شيء يفضل يكون يفضل انه نكون عاملين زوم عشان نعرف وين عم نحدد، ما ناخد شيء تاني ما نشوفه. هون نقطة صغيرة تاخدت معه، وشوفوا هون في عناصر ما لها مأخوذة، هون شكله غامق النقط. شوفوا هلا اذا حاولت اسحب شو حيصير، شفتوا شو سحب؟ فيفضل إنه نحن وقت نستخدم اللاسو تول نكون عاملين زوم أي شيء بدنا نحدده. هلا لو حتى كان مو تمام 100%، بس المهم إنه نحن محددين الشكل. خلاص في صار فيني اسحبها أول ما بس. بس في حال مثل قبل شوي حددنا حددنا هدول معه، شو بنعمل؟ نكبس شيفت في ال V اللي هي ال selection tool، نعمل shift اللي هاي نعملها خلص قلت لي إنها خلص. بس هذا بالشفت ننقيم الأشياء اللي ما بنعملها. طيب هلا عنا هذا هاي الأداة وهي كتير مهمة خصوصي بالرسم، بين تول. البين تول هنروح على هاي الصفحة عشان نرسم، أو خلينا نبكي حتش إنه هون فيه. البين تول هي الرسم، ترسم بالقلم مثل الفوتوشوب، بس أنا لما هلا عم برسم عم يعبي لي الشكل إذا ملاحظين. أنا ما بدي، أنا بس بدي أرسم خط مثلا أي شيء دائرة مثلا. شو بعمل؟ بنقول له على الموضوع التلوين أول شيء، بنقول له أنا ما بدنا يعني نلون، يعني نعمل كنترول سيت. أول ما نبلش بلش نرسم، أول ما نحط أول نقطة أو حتى ها كمان يمكن نحط كنترول A أو من دون هدول نمسك وقت اللي بختار البين تول. أول ما اخترتها بختار بدي خط ولا بدي تلوين، بدي إياه يرسم دغري ويلوين، وبختار الألوان بالطريقة اللي بدي إياها. في عنا بالخط هنكبره شوي عشان نبينه. بلش يرسم، شايفين كيف؟ لاحظين في هون خط أحمر. طيب هلا أنا وقفت هون وما كمل، طب أنا بدي وقمت اشتغلت كذا، كيف بدي أقصه أرجع أقصه؟ مجرد ما نقرب البين تول على هون أو هون، هلا هون ممكن نقدر نختمها، بيقوم هو بيعكس البداية والنهاية على أي نقطة نحن حاطينها. بس تقربوا على نهاية شيء أو تكون تختموا بصير عند البين، شوفوا في دائرة صغيرة طلعت، شفتوها؟ خلص ختم لي. طب هلا أنا صار بدي أعدل عليه، نروح على الفي يلي هو أو ما اشتري وقت لأنه ما يمسمع مزبوط. كيف بدنا نقفل؟ يعني بدك تقفلي انت عم تقولي ولا ما بدك تقفلي؟ يعني نقفل هذا ما بيقفل، لازم تسكري، يا بتسكري يا اما بتخلي بس خط. كيف مثلا هنعمل كنترول زد كيف بدك تقفلي؟ لازم نقفل، بدك بس هيك ايه فيك تخليه هيك؟ لانه هلا نحن مثلا مع الايام، شوفوا هلا اجيت انا بدي ارسم مثلا خط منحني او خط هلا هيك، هلا حنحكي عن الانحناء.
هيك مثلا أنا بدي هيك رقم 4 مثلا مع كوفيت هيك مثلا، بس بدي اياها هيك. طب ضروري أنا أختمه؟ لا مو ضروري. طب أنا شو بدي أعمل؟ روح على الفي يلي هو مثل ما أنا selection tool. أنا حضل أقول الاختصارات مشان تصير تحفظوها مع الأيام، control A control Z control V، يعني هذا الشغل. بس أنا رحت على الفي كبست الفي خلاص قفل، يعني مو قفل قفل، بس يعني إنه صار فيني أشتغل فيه كخط مثلا، أو رسمة هيك مثلا أنا عملت جبل. هلا امبارح أنا لاحظت كمان برسمة يمكن إمام على الأغلب كان راسم، إمام أنت اللي كنت راسم الأبنية؟ أي نعم نعم أنت. امبارح كان في رسم كان عامل مثلا بنقل إنه رسمه، فنحن أنا لاحظت امبارح إنه عفوا بيعمل لها بالتلفزيون. هلا احنا ماشي بهي التول اللي عملناها. هلا انا عندي هذا الرسم وانا بدي اعمل مثلا هلا هاي البنايه فرضا بدنا نعمل لها هون مثلث فوق. طب انا شو بدي اعمل؟ بجيب البين تول، اول شيء خليني احدده لانه اي شيء مو محدد ما بنقدر نرسمه ولا نعمل اي شيء. بجيب البين تول اللي اختصارها بي مثلا هون على النص. شلون عرفت على النص؟ شايفين الخط تبع هاي اللي حكينا عنها سمارت جايد لاين تذكرتوها؟ هو عم يحط لي هون انه انت هون بالنص، اجيت لهون كمان هون بالنص، انا بس عم حرك اجيت لهون ما حط لي شيء، عم يحط لي انه هون متوسط هاي المنطقة. شو بيكون كاتب؟ انه يعني انه لعند هون مثلا، او يعني هو بيحدد قياسات. هاي الشغله كتير بتفيدنا، فاللي مو فعاله عنده يفعلها. اجيت انا حطيتها هلا هون بالنص، اخذت الدايركت تول اللي هي هاي رفعته هيك عن النص، ضليت ساحبه بالشيفت. شوفوا اذا اجيت حركت، شايفين شو عم يحرك ليها؟ بس إذا أجت أنت شيفت صار فيني حرك هيك عكي، بس حط شيفت هو بس تشوفوا النقلة كتير تقيلة، بشوفوا عم يرجع يحط لي إنه أنت هون بالنص. فهيك أنا بكون رسمت مثلا بناية طبعا مع الشبابي وهالقصص. هيك هي يعني واحدة من الشغلات اللي عندنا مثلا شكل وبدنا نعدل بشكله. أجيت أنا هون مثلا حطينا على النص، حطينا اي سحبته هيك مثلا، عملنا مثل التاج. جينا رجعنا حطينا بنتو، حطينا على الوسط عفوا لي حطينا اي سحبنا، وهو لازم هيك التاج مثلا. هيك هيك مثلا 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 صرنا نقدر نتحرك أكثر. طيب ما في اختصار أنسى إنه بدنا نضل عم نكبس على البين تول نكبس هون، خلص طالما في بي نكبس بي مثلا وهو محدد. طالما صار في هون زائد، شايفين الزائد الصغيرة؟ هحاول شايفين الزائد هاي الصغيرة اللي قدام البين هون، بيقولكم إنه فيكم أنتم تضيفوهم على الخط، ضيفوا أنكر بوينت اللي هي فينا نحرك فيها. شوفوا هلا شو رح نعمل عشان ما نروح على الاي نكبس حرف الاي او نختار دايركت تول. في اختصار انه نحن عم نشتغل في كنترول، مجرد ما ضغطنا كنترول شفتوا شو صار؟ تغير شكل البين تول، صارت مثل الاي يعني دايركت تول. بس اكبس كنترول عشان ما اروح لهني وبسحب، طالما انا ضغطت كنترول وعم بسحب. جيت لأ أنا بدي الزاوية هون مثلا، خلينا نعمل أول شيء هيك حالكم. أنا الزاوية عندي هون يعني محدبة أو هيك يعني منحنية، طب أنا بدي أعملها زاوية حادة. شو بتبس على نفس الأداة؟ نفس الأداة، بس بقرب على الزاوية اللي بدي أعملها منحنية، بحط Alt. شوفوا شلون تغيرت، غير شكلها بعد ما صارت Alt. بضغط ضغطة بالماوس صارت يعني حادة ما لها منحنية مثل قبل شوي. طيب هنشتغل شوي بهدول. هلأ في عنا نحنا بالبين تول في إلها
مثل ما بيقولوا انه الزوايا، بدك اياها كيرفد ولا بدك اياها زاويه يعني مثل ما عملناها قبل شوي. فنحن يعني زاويه يا اما حاده يا اما منحني، هدول هاي ممكن نعملها، نحن اصلا تعلمناها فينا نعمل بالارض. بس هاي مثلا بيجي بقرب انا على الزاويه اللي بدي اياها، بكبس على هذا الخيار فصارت منحنيه. طب هذا انا شو بستفيد منه؟ هدول مثل يعني نحن بنقول لهم ازروع يعني زراعه للزاويه. شو بيعملوا هدول الازروع؟ فينا نعمل فيها انحناء اكثر من هون او من هون، فينا نعمل انحناء بهي الطريقه، تنتين بيتحركوا، فينا نطولها كمان. شو صار فوق مثلا؟ فيني اعمل هيك. طبعا بس بعد انا خلص راحت، رجعنا كبسنا عليها رجعت طلعت بهاي او بالسلكشن. بس هو مع هاي الاداه نستخدم اكثر الدايركت سلكشن، هاي اللي بدنا نحدد فيهم زوايا. او اذا مثل ما قلنا نكبس عليها هيك، نجيب البين تور نحط الت صارت زاوية. هدول هون فينا الناقص والزائد، زودوا او نقصوا منها. بس نحن فينا كمان الزاوية، اذا مثلا انا بدي روح هاي ما بدي خليها الانكر بوينت، لما بدي زيد وقت اللي ما بيكون في انكر بوينت على المسار اللي هو الباب بيصير في زائد، نعمل هيك زاد لي وحدة. طب انا بدي احذف، بس تقربوا على اي نقطة من النقاط تعملوا هيك بتروح. يعني صارت ناقص، شوفوا لهون في زائد ليش؟ لأنه هي قريبة من النقطة بس ما لها عليها، ففيني أنا أضيفها. شوفوا لهون ضفت، هنعمل صار في عندي تنتين، جيت قربت عليها صارت راحت. حتى لو كانت المعلمة أو لا، شوفوا هلا قبل شوي كانت هون غامقة، هي كانت غامقة وهي كانت هون مفرغة قبل شوي، فإذا عملنا هيك كانت فارغة أو مليانة فينا نقيمها. احيانا نحن عم نرسم، شفتوا انا شو صار معي قبل شوي؟ جيت رسمت هون بدون ما احس. فننتبه انه نحن وقت نكون عم نحدد الزاويه نكون عارفين وين عم نحط فيها. شوفوا وقت عملت في قال لي انه انت ضايفه انكر بوينت لحالك. حتى نحن مجرد انه نجي يكون هون برا عم بين معنا انه نحن ما لنا محددين شيء، حتى صار هو عم يقول لي نرسم واحده ثانيه مثلا. لهون عم يرسم بقلبه معبى لأنه هون نحن حاطين له فيل. لأن نحن مع هاي مثل ما قلنا في عنا هدول الأدوات اللي هي الأد أنكر بوينت اللي حكينا عنها أنه مجرد نقرب ما في داعي نضيفها. هلا هي بالزائد والناقص اختصارا، بس نحن ما في داعي، لمجرد نقرب على الباث او المسار دغري او الرسمه يعني هدول الخطوط دغري بيطلع حرف الزائد يعني، وبس نقرب على الانكر بوينت النقطه بصير دغري لحاله ناقص بحذف. طيب وهي شو؟ هي اللي بتعمل الزاويه بطريقه حاده. كيف؟ خلينا نعملها اول شيء. يلا خلينا نعملها اول شيء هيك. شوفوا إذا ضغطنا عليها نقرب هيك صارت زاوية. بس أنا ما حنحكي عليها هاي هذا لأنه نحن عرفناها، مجرد نضغط Alt هنعمل Ctrl Z هاي V. هلا هي هيك، مجرد نحط Alt شفتوا شو صار؟ هاي اختصارة أسهل عشان ما نروح نفتح منها. نعمل هيك قرب عليها نحط هيك صارت بالزاوية. بدنا نزيد على هذا، بدنا نقص هيك. هلا في عنا هاي كمان الأداة كيرف، يعني هي لشو؟ هي لحتى تعمل الزاوية مثل ما حكينا قبل شوي يعني منحني. نجي بس نضغط عليها شوفوا كلهم صاروا هيك، صاروا دوائر إذا ملاحظين. شايفين؟ يعني نجي نضغط هيك شفتوا شو صارت؟ دائرة. قبل شوي قلت لي ضفناها بالبين تول عم نعملها بطريقة زاوية قائمة مثل هون أول ما ضفنا، إذا بتتذكروا شوفوا جيت أنا هلأ سحبت، شايفين قائمة
أو مو قائمة يعني حادة، بس هي لما عملتها صارت يعني لها تحدب أو يعني منحني، نرجع نكبس عليها شوفوا شو ما عم تطلع بشكل زاوية مثل قبل شوي، صار بطريقة منحنية تغير شكله، صار تغير شغله. هاي إذا نرسم منحنيات بدنا كذا، يعني إجينا نحن عم نرسم شكل مثلا عنا هون زاوية وهيك، بعدين إجينا هون في دائرة مثلا مشان مثلا نعمل فيس مثلا. مثلا هذا أنفه مثلا، هلا نرجع نعمل هنا مثلا هون عيون وهون أنف وكذا، يعني هاي لحتى تدور الزاوية هاي يلي فيها هاي الكيرف أصلا مبين، وهاي البنتول يلي هي يعني بتحط لنا زوايا لحتى نقدر نتحكم بالشكل أكتر، مثل ما قلنا قبل شوي إذا عنا مربع مثلا وجينا رسمنا أو حطينا لهون مثل ما قلنا زاوية هاي وجينا حطينا ألت عشان نعمله إنه يكون زاوية، ورجعنا كبسنا هيك كنترول طلعت صارت زاوية. بس حبينا نرسم بيت ما بدنا نقعد كل ساعة والتانية نحط أداة وأداة، خلاص هيك بالبينتو قدرنا نرسم كل شيء، كل شيء بالبينتو، يعني حتى مو ضروري نرسم حتى هذا. نعمل شيفت، طالما عاملين شيفت قلت هيك أنا ما رمت تساوي شيفت 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 سكرته، جيت حطيت هون كمان واحدة كبست ألت عملتها مثلثة، كبست كنترول شايفين هاي البنت، هذا الرسم كله صار بالبنتول. نايحة تكون كير نلبس على هاي، نجي لهون نحرك فيها بس كبست عليها ديليت صارت مدورة. طب أنا مثلا نسيت هاي الأداة مع أنه هي كتير مفيدة، نسيت شو بدي أعمل، نرجع نعمله مثلث وجينا كابسين على هاي، نحن نحذف هاي وعنا هاي. طب أنا بدي أعملها تكون منحنية ونسيت شو الأداة اللي بتعمل منحنية، أول شي نحدد الزاوية اللي هي هاي شايفين هلا هي محددة والباقي كله مو محدد، شايفين هلا هون عنا الزاوية غامقة حكينا هيك فيها وهي فاتحة، شايفين بالنص المربع مفرغ، فأنا إذا مختارة هي وأنا نسيت إنه هي اللي بتعملها إنه محدب أو منحني بكبس عليها. طب أنا ما صارت مثل هنعمل هيك شوي، طب ما صارت مثل هديك إنه بشكل متساوي، شو بدي أعمل؟ نسحب بهدول الأذرع، هاي الأذرع نقدر نرسم فيها، حتى إذا بتلاحظوا هون طلع أذرع تاني، هو أي أنكر بوينت بيكون لها ذراعي يمين وشمال، نقدر نسحبه على اليمين نقدر نسحبه على الشمال، نقدر نطول واحد ونقصر واحد. طب أنا هيدي لترجعها زاوية، حتى شوفوا هون بس قبل ما نعمل الزاوية طلع لي هو أذرع، نحن مثلا هو إن ديفولت بيفتحه بس احنا ما بدنا، شوفوا عملنا مثل يعني قبة جامد مثل مثلا مثلا يعني. طيب هلا بدنا نرجع نعملها هي تكون زاوية، نعمل Alt عفوا بدنا نجيب البنتول نعمل خلاص صارت زاوية، هاي كمان زاوية هاي زاوية خلاص رجع بيت هاي البنتول. طيب وعنا كمان هدول الأشكال، رح لأن طالما أنتوا صرتوا تعرفوا هاي الشغلة إنه نحنا مجرد نكبسهم صاروا قدامنا، أنا ما حرجع كل ساعة والتانية هون، رح أجيبه عشان نشتغل. كنترول صفر في زين هدول نجيب هدول اثنين جروب ولا لا مو جروب، أوكي كنترول أول تمام بالنص بس على أسبورت وزعناهم أو خليهم بالعرض بالعرض بالعرض. عن جد هي مشكلة هيك ممتاز مش يعني. طيب
جينا رسمنا هنا في عشان التحديد عن هدول أنا بجوز نحتاجهم هلا شوي دعم نحطهم جروب كنترول أو كنترول جي هاد السطر عادي ما فيه أي تعديل هلا فيل ما بتصورين يعني يكون حلو معه وما بيظهر أصلا فنحن ممكن نعمل خط نكبر الخط هذا هو الخط. طب أنا فيني أضيف عليه مثلاً بدي أعمله زاوية. أنا رسمت خط وقبل معي. طب أنا أول شيء خليني جلسه. دي جلسه. شلون دي جلسه؟ برفع وبكبس شيفت. أنا هلا كابسة شيفت. ما عم بقدر. غير يا فوق يا تحت يا كذا بس شايفين بطريقة متساوية. إمتى الشيفت؟ بقدر أتحرك. طيب هاي شيفت وهيك بدي. طيب أنا بدي أعمله من النص مثلاً أو مع الطرف يكون فيه له حركات. بين تول. فيه. بقرب لهون. نمسك. كنترول برفع كنترول ونزل طب انا بدي اعمل له انحناء في عنا هاي مثل ما قلنا خلص صار انحناء او هيك حتى اذا بتلاحظوا شوفوا طلعت هيته على الكيرف لاحظين صار كيرف هنا أعمل ألت شفتوا هاي النقطة هيتوا على الكيرف اللي حكينا عنها بالأشكال شفتوا صارت تطلع طيب لا هاب وكمان عملنا كيرف صار كيرفي هنا نعمل هيك هذا بس خط الأطراف يعني ممكن أنه يعني ما بتصور لأنه ما حتنطعش يعني ما فينا نطعجه غير لا انه مثلا ممكن هيك يطلع له بس الازرع تطلع الازرع تبع الطرف الاخير منه مثلا هيك مثلا فمجرد نضغط على النقطه وبدنا نحددها بالزاويه او بالكيرف وقت اللي بدنا نعمل كيرف بيطلعوا الازرع هذا الخط وعنا هذا اصلا هذا خط منحني اساسا شايفين قد ما رح تجي هو اساسا منحني وفينا كمان نعدل عليه البنتو اسمعنا كل شيء باث كل شيء اصلا بقلب الالستريتر هو عباره عن باث الباث يعني مسار رسم خط مربع اي شيء اسمه مسار هي عم حرك وهي اللي قلنا عليها كمان نحدد ديلي شوفوا أنا عم برسم رح حرك أنا هلا شوفوا بشو شو عم يصير هاي بشو بالأسهم يلي على الكيبورد يلي السهم لفوق ولتحت أيوة مثل النجمة تماما صحيح وأنا عم برسم بس ليكو هلا أنا ما عم طلع شي ليش لأنه قمت إيدي على الماوس ما عم يطلع شي خلص أنا قلت له هيك المسار بدي سواء أجي أعمل هيك بس أنا لساتني عم ضغط على الماوس قمت إيدي قمت ايدي على الماوس ما عاد فيني اعدل شيء صار عم ينزل ويطلع شايفين لانه عم بحرك بالاسهم طيب وهدول كمان فينا نلعب فيهم نجيب البين تول او الاي يلي هي الدايركت تول نمسك هيك مثلا ممكن نعمل فيها هاي السكاكر مثلا جبنا دائره من هون اللي هي اختصارها ال نيجي نعمل هيك مثلا شيفت نحط بالعكس هاي بتعكس الالوان تعكس هاي الزاوية وعليكم السلام هاي تعكس الألوان يا على الخط يا أما على الفيل نحن حطينا الفيل هلأ عكسناه وحطينا لونه مثلا أصفر نحط الدائرة هون ونجيب هاي Arrange, bring to front. طب أنا فيني أخلي هذا الخط عريض؟ إيه طبعاً. فينا كمان نعمل هيك أول شيء. نجيب هيك هنا. بعدين. أنتوا بقى
بتغيروا بهي قد ما عندكم. نعمل هي كمان طريقة، شوف كيف صار. الربون قصدك بالدائرة، إنه مثلا من هي بهي المسافة. بدك تقرب المسافة من هون لهون مثلا. هلا هو هون محطوط ان ديفولت، بدك انت تغيري فيه. ممكن تكبسي بالبين تول، تحددي اول شيء حددناه بالفي، بعدين بين تول بي، ونجي مثلا بنضغط على الاي وناخذ مثلا نختار هدول النقاط. شوفي انا هنا عم بقدر اختارهم، اختار لي بس هدول. جيت انا سحبتهم هيك مثلا، قربتهم لهون، رجعت كبست على هاي مثلا وهي. تصيري انت بتحدديه بالشكل اللي بدك اياه. ايوه، لانه في عندك قابليه انك انت تحركي شو ما بدك، لانه هو سامح لك باي طريقه بدك اياها تحركي. حتى انا بدي اضيف كمان، لانه شوف هون صار بعيد كتير مثلا. بنتو في زائد، حطيت بالاي وسحبته هيك مثلا، وهي سحبتها هيك مثلا، هاي مثلا هيك بشكل عام. هاي الرسم اللي قلنا عليها، هاي الرسمة. في كمان عنا، شفتوا هون هاي مثلا، شفتوا هون عملنا مثلا من دائرة، يعني حذف. شفتوا انا شو عملت قبل شوي؟ شوفوا هون في عندي انا محدد نقطة واحدة، طلعوا الباقي مو محدد. او انا كبس ديليت، او هاي الكابسلوك، هاي اللي هون، او عفوا مو الكابسلوك، تعال حذف هاي باك سبيس، هاي اللي هون حذفت النقطة اللي موجودة، بقي الباقي. كمان كبست مرة تانية حسبت لك. شوفوا بس من شكل دائرة وخط صغير بسيط ما فيه أي شيء، عملنا رسمة صغيرة. مثلا ممكن نجي نكتب هون مثلا شو أتي ورد اسمها لونا مثلا، مو مبين الخط، يعني اختار هذا. بس لا، نحن عنا للأطفال، طالما أطفال هيك مزبوطة صح كانت. تمام. هلا ورود بدها تعمل ماركت ألبسة للأطفال، فنحن مثلا اعتبرنا إنه هاي شغلة هيك للأطفال، أكلة طيبة أو كذا، أو شغلة سكاكين موجودة مثلا بقلب هذا، إنه بس لحتى هيك نرغب الأطفال مثلا بالمكان. طيب أنا هلا شايفة انه هون الزاوية تبعها ما كتير حلوة، جي على البين تول، اعمل زوم، قرب لهون عليها. اول شي في حددتها بين تول، جيت شوف هون شو عامل. طيب انا اجيت كبست اي او كنترول، ارجع على البين تول بكبس كنترول، حددتها، اجيت حطها هيك شوي لفوق، بس شوي عند الاسم هيك، ارجع شوي فيها بس بي مثلا، اجيت حطيت لونه. هلا كونه انه عام للاطفال، فاجي انا هيك حط خط. هلا هو مو سيء، كل واحد هو وذوقه يعني، بس كونه انه اطفال فيفضل انه يكون الخط شوي هيك فانكي، او في يعني هيك انحناءات كتير مثلا. شوفوا شوف الخطوط وجهي هذا كيف مثلا، هذا لا بأس جيد، هاد حلو كمان بس كتير رفيع. في له اعدادات، ما في غير ريجولر، ما فينا نعمله بولد او شي تاني. طيب شو كمان في خطوط هون موجود؟ شو الاسم اللي انتي حاطتيه مثلا؟ هذا حلو بس يعني كمان ما له واضح، يعني خرج كتابة مو خرج لوجو، يعني مو مبين. يعني اذا انا مرقت من ناحية محل شفت هيك ما حد كتير يعني يلفت نظري مثلا. هذا ما كتير، هذا ظريف نوعا ما. طب وهاد؟ طب خلينا على هاد شان ما كتير ناخد وقت. اي وينه هاد؟ هاد ظريف مثلا، فيه ان شاء الله يكون فيه بولد، فيه ممتاز. طيب نجي اعمل هيك واختار مثلا لون قريب شان ما يصير في كتير الوان. طب هلا هذا اللون ما كتير ظريف. طب انا شو بدي اعمل؟ انا بدي شيء من اللون الاصفر تقريبا،
بجيبك بس على الدائرة. هلا لحد هلا أنا ماني عملته أنا جروب، ما فيني أمسك كل العنصر لحاله. مسكت هالأصفر، افتح على هاي، شوف هو اخترع لي شوي من الأصفر. جيت أنا بدي أقول له لون الأصفر لإلي، شفت هون كان حاطط الألوان، أرجع بس ما بعرف هلا زبط. ليك واخذ لنا هذا اللي نحن مختارينه. هلا لا انا بدي الاصفر. اجى اختار لي هاي الالوان التدرجات الاصفر، اختاري منه. فجيت حددت اللون على الاسم على التكست، عملت مثلا هون مو حلو. طب هاد كمان لا، هاد على ابيض راح. طيب اذا غمقنا نعم على الاحمر، هدول بدك على الاحمر نحطه بلون الاحمر مثلا. هلا هاي الاحمر، اذا على الغامق ما كتير. روح على الفاتح قولي لي اي لون هذا مثلا، شوفي الفاتح كيف عم يطلع بقلب الاصفر، ما كتير ظريف. ممكن نحط ازرق مثلا، كتير صار عجقه. طيب خلينا نروح على هذا الغامق، ماشي الحال. بس احنا لو حطينا مثلا غير هاي الالوان ممكن نشوف. طيب انا مثلا هاي الالوان ما عجبتني، ومين بدي اجيب انا الوان؟ نفتح على هذا الزر الصغير، يطلع لي هون في مثل لايبرري، فيها كثير خيارات نقدر نختار منها. مثلا اجينا اخترنا هدول ايشنت، هدول ايشنت، كل شيء قديم، كله على البني، كثير قريب على البني. بس شوفوا في الوان قريبه على الاصفر، ليش ما نجرب؟ مثلا اجينا جربنا حطينا هذا. طب ما حلو هذا كمان لا. طب خلينا على الازرق عشان ما نطول، وانتم بعدين تختاروا. طيب الازرق هذا مثلا او هذا، اوكي ازرق anyway. فبس يعني انه مشان اطرح لكم فكره انه فينا نغير ونبلش نشتغل فعلا، يعني الشغل ما عاد بدنا مربعات وقصص ونغير بالخط وكذا. مثلا شوفوا هون في عنا مثلا أنا ما عم يغير شيء لأنه ما أنا حاسدة، شايفين؟ إرمادي والله أنا بصور يمكن الأبيض يطلع حلو بس ما عم يظهر. طيب خلاص خلينا طب نشوف ألوان تكون مثلا شوي هيك جاندلة مثل ما نقول هون بالتركي، يعني إنه فيها حيوية. ناخد هاي، أوكي أنا حاسته ظريف. هذا هو مثلا، هاي عملنا نحن من الباث تول، عملنا كتير شغلات وضفنا هون. اذا جينا كتبنا فورد مثلا، شوفوا هو اخذ اخر خط اخترنا على الاغلب، تماما اخذ اخر خط اخترنا. جيت انا وصغرت الخط مثلا، حطيته داشي. حتى انا مثلا جيت ما بدي اعدل من هون او اغير واشتغل، لانه جيت لهون قام لقيته كتير صغير مثلا. جيت اعمل شيفت عشان ما يصير دي مثلا، شوف هلا انا هيك، شوف شلون تغير دي صار مضبوط. كبس شيفت رجع، جيت اعمل هيك، انا زدت هيك مثلا، وجيت أنا حطيته هون وبدي اياه. طب أنا ما وصلان لعند الـ A مثلا، هيك ما حلو طالع، شو بدي أعمل؟ حطه هون داخل الدائرة، بجي بمسك هيك. هلأ حنفوت على إعدادات التكست أول، خليها مثلا خلص هدول. هعمل هيك وأعمل له جروب، كنترول جي، حطيته على جنب. هاد جريد مبين من شكله، في كتير أدوات من شكلها مبين. الجريد هو عبارة عن شيء مثلا إذا بنعمل جدول أو إذا نعمل كتاب. طب ما طلع شيء، وينه؟ لأنه هو بيعتمد على الستروك، وفينا كمان نحط له فيه، هنكبر الستروك عشان نشوف. عبيته ألوان. طب أنا بدي أعدل فيه، ما بدي أنا أنه كل هالأسطر وكل هالأعمدة. طب شو بعمل؟ جيو أنا عم برسمه، هلأ أنا عم شد، شوف شو عم ساوي. هي شو هدول بالأسهم لفوق ولتحت، كله بنفس المبدأ. شوفوا قديش صار. طب أنا بدي إياه بالعرض، كل ما عرضنا نحن بالعرض شوفوا شايفين عم يزيد، شوفوا كم واحد صار عنا.
طيب هذا الجريد. وفي عنا شغلة، نحن وقت رسمنا الرسمة تبع إذا بتتذكرتوا على الامتحان، حطينا خطوط، جبنا خطوط باللاين اللي هو هذا، وعملنا هيك وعملنا هيك. عفوا، طب نحن عم نرسم ستروك لحالك انت، وجينا عملنا هيك وعملنا هيك وعملنا هيك وعملنا هون جروب. طب في شغلة بتخلي الموضوع أسهل؟ طبعا أنا طبعا كنت عم شوف أنتو كيف رح ترسموها، لأنه كل واحد رسمها بطريقة، في ناس رسموها بهي الطريقة، عملوا دائرة، يمكن ما بعرف إذا متذكرين أنتو، عملوا دائرة وجابوا خطوط صغيرة. يلا عملوا بس هيك خط وخط. أيوة. وعملتيهم اكسات، يعني في ناس مثلا هيك رسمتهم مثلا وبعدين رسمت دائره بقلبها. طيب في عنا طريقه تانية، في عنا طريقه هي هي الدائره، خلينا نحذف هدول. شيفت وانا عم برسم بعمل هيك، زبطتهم هيك، نقصتهم مثلا. صار عندي دائرة مثل هذيك، وهي فينا ممكن نغمقها أو كذا نشتغل عليها يعني. وفينا كمان مثل ما قلنا البينتون دائما خليها رفيقتكم، وبكرة مع الشغل كتير كتير بتحتاجوها، تصيروا مثلا تعدلوا كيف ما بدكم. جيت أنا هلأ كبست كنترول، شفتوا كبست كنترول عم تحرك كله، ليش كله محدد؟ جيت كبست على وحدة بس. عدلت فيها شو ما بدي، أي واحدة من في نظيفة. شوفي هنعمل هون واحدة، دخلة واحدة، كبسنا هون، عفوا كبسنا، نعمل اسكيب. وقت اللي بنكون عم نرسم خط وما بدنا نوصله، وشوفوا هي هلا أنا عم حاول أتخلص منه ما عم تروح، كيف شو بعمل؟ نضغط على زر الاسكيب، خلص راح، صار فيني ارسم على كيف. جيت لهون ضغط هيك ضغط هيك صار. طب انا عليكم شلون على الان ما عم بيروح سكيب راح، تمام. جيت انا عم شفت ما في هون تناسق، بجي بقرب عليها كنترول، بكبس عليها كبسه واحده وبحرك هيك، هي صار عنا دولاب عجله او شي شغله هاي بي. حتى فينا نقيمه هاي البي صارت لحالها، صار خط لحاله. طيب هلا انا وقت اللي اجيت حركته مثلا، حركت هاي الدائره، عم في شغلات ما راحت معي مثل هذا، بس شوف هيك شغله خلص بجمع كل شيء بدنا اياه، كنترول جي جروب. طيب هلا خلصنا من هدول كل الادوات اللي هون موجوده بقلب هذا السكشن للأول او القسم، مثل ما قلنا هي نطلعها، واللاين والارك طول هدول الريكتانجل والقصص. طيب والدوائر وهي هي كمان اخذنا هون، هدول كلهم تعرفون. الشغله الاضافيه هدول كلهم حكينا عنه، الشغله الاضافيه هي هي، شوف شو بترسم. طالما انا هلا ماسكه على الماوس عم بقدر احرك باللي بدي اياه، وقفت، بعد ما وقفت اعمل هيك، بعد ما وقفت جيت لهون كبست هون، صار عندي مثل هاي تبع تعرفوها تبع الشمس، ضوء الشمس وقت بالرسم. وهي كمان لها خصائص زي كلهم، فينا نغير بالألوان. شوفوا هون حطنا أكتر من شغلة، شايفين هون عم تعدل لون هون لأنه محطوطة قائمة هون. طيب خلينا ناخذ هاي الجروب، فيها الاسم حطينا جروب ولا لا؟ يعني نحط هاي هون عشان نشتغل فيها بعدين. هدول حنقيمهم، صارت هي شكل لحالها. جيت انا شيفت حطيتها بالنص، سكرت هاي لانه خلص رسمناها. اجي اعمل ام هو المربع والال هي الدائره، بعمل بس كبسه واحده. احنا شو عم نشتغل بيكسل يعني، مشان ما اقعد ارسمها بايدي هيك من هون لهون هيك،
عشان ما عاد ارسمه. بس كيف سوي واحدة بيجي بيقول له انا حاطط 1400 مثل العادة، 1400 بيجي بيقول له اوكي عم رسم بيها كامل، بيجي تحطيته بالنص، بيجي تلونته مثلا لون هيك يكون رايق والله ازرق. اما في وينه بيجي تياب حط هيك زر يمين الرينج، او بنروح من هون مثل ما قلنا بالليارات يجي الهاد سحبته، هو محدد عليه سحبته لهون مثلا ورا الفاير. شفتون دول اسمهم الفاير؟ شفتون هلا هنا مو واضحين، حنفتح شوي لون الباك جراوند اللي هي نحن هلا فيها، نروح على الاوباسيتي لانه محددة بس مشان نفتح اللون شوي يبين معكم. اجيت انا لهون على هاي لكم هون اعداداتها، هون عنا الشفافية تبعها شوفوا هلا ما عاد كتير ظاهرين شفافية. نرجع نركز عليها، تلاحظ بنتج يجينا هون، يجينا فينا نعدل بالألوان. يلا هون عم تبين ما كنت تغير أو شيء. هاي نغير لون واحد بس، شو هون عم تغير لون، شايفين عم تتغير لون. أنا بدي أغيرهم يا أما أوتو كلهم يا أما مثلا اول هدول كل الالوان اللي هم موجودة يعني حكيت لكم اياها هي شو، او مثلا عندي غير لونين او ثلاثة تحددوا انتم الالوان اللي بدكم اياها. طبعا شفتوا هون تغير، طبعا هون بالاخير ترجع لكم هاي الريست بنرجع مثل ما كان. طبعا الالوان بترجع لذوقكم انتم شغلكم انتم كيف حابين تشتغلوا، فيكم انتم تعدلوا فيها كثير هاي القائمة. انا هون عندي لانه شريط الزوم فما عم بقدر كتير اتحكم. هون ادفانس اوبشن فيكم تختاروا الوان مثل ما بدكم، تاخدوها جراي سكيل تاخدوها ار جي بي اللي بدكم اياه تختاروا وبتعدلوا فيها مشان رسم او شيء. هاي هاي مثلا صغير ملون مشان تكون اكثر اصغر، صارت عم تاخد شفافية من اللي تحتها. لاحظوا كان كنا ازرق كيف صارت. هي بشكل عام هي الأداة. كمان هلا على التكست حنروح هلا قديش الساعة، نحن درسنا بيخلص ساعة 2. طيب عشان نشوف نشتغل باللوجو حنشتغل شوي على الخطوط هون شوي حناخد فيهم. الخط لما بنختار الأداة فينا نكبس كبسة واحدة، كبسة واحدة على الخط بيطلع، بس في عنا كمان شغلة تانية نكبس هيك ونسحب فبيكتب لنا نص كامل. يعني طبعا هو هون مو كاتب نص كامل بس نكرر جملة معينة أو هاي بتعرفوها هاي الديفولت باي ديفولت للكتابة. فنحن طالما بنكتب نص أو مثلا عنوان، عنوان خلاص كبسة واحدة بكتب لنا الشيء البسيط، بس سحبنا وكتبنا صار في عنا نص كامل. طيب هلأ حنعمل V ناخد هاد ونحطه بالنص. طب وين الأدوات؟ ما لي شايفة شيء إنه ليكون هدول هن الألاين موجودة فوق كله هذا دائما. أي شيء بتكون يا يعني أي أداة تستخدموها الكنترول موجود هون. طيب هأسحبه أنا هاد، فينا نكبره بطريقتين، فينا بالشيفت ونكبر قد ما بدنا، وفينا أو خلينا نشتغل على هاد هلأ هاد الخط، وفينا كمان نكبر الخط من هون. رجع 8 6 5 4 3 هيك تغير من هون أو من هون. إحنا سويناها هلا تقريبا 180 تقريبا. لكل خط له إعدادات قلنا عليها هذه كل مرة. هلا هون الخط نحط له مثلا لونه، هاي اللون ممكن نحط له خط ستروك مثلا، وجينا حطينا هيك مثلا، وجينا حطينا هيك. وهون الشفافية لأي خط
الشفافية بتروح مع الخط يعني مع الستروك ومع الفيل. شايفين كيف اتنين تعدل عليهم مو بس واحد فيهم. عنا هون كمان نفس المبدأ ألوان، لأنه هون عم يقول لك الخط أنت مختاره الفيل لونه أزرق أو سماوي، والخط لونه أحمر. هون عم يعدل بالاثنين سوا، اثنين عم يتحركوا. هي قائمة ألوان يعني بتكون موجودة هي الدائرة. طب أنا ما بدي الاثنين يتغيروا. شوفوا أنا هلأ عم حاول أحرك واحد فيهم، عم يتحركوا الاثنين سوا. صح إنه عم بقدر أقرب بيناتهم وبعد، بس اثنين سوا. طيب أنا ما بدي اياهم سوا، أقيم اللينك يليهم. جيت هلأ حعدل بس هاي مثلا، غيرت لونه. بس anyway في عنا نحن طرق تانية كتير لحتى نغير بالألوان. هي شفتوا كيف هي تظهر مفعلة هيك قمناها. طيب أنا ما بقى في عنا كتير طرق مثل ما قلنا إنه فينا نعدل منه. وفي شوفوا هلا هو ضفنا ألوان جديدة، لأنه نحن من شوي اخترنا ألوان جديدة. كل ما ضفنا على القائمة أو استعملنا لون جديد بينضافون. إذا مثلا جبنا نحن من برا تمبلت، فبنحن الأساسيات هدول، فبنلاقي هون في شي زيادة. من وين إجوا هدول؟ من تمبلت. شو هو التمبلت؟ عبارة عن تصميم جاهز. هذا هو التمبلت. هنفوت بالألوان كمان أكتر. هي في عندنا هون كل قائمة فيها ألوان، أو مثل قبل شوي أو الدرس الماضي فتحنا هون هدول الأشكال والسامبلز اللي اخترنا منهم هدول مثلا رسمي مثلا، وجينا نعدل بالألوان فيها. نعدل بس واحدة واحدة عشان ما تخربطوا. ففي عنا بكل شغلة نحن عنا إياها في إلها هون قائمة صغيرة بتختاروا ألوان. مثلا شوفوا هون البرشز، في عنا برشز تانية أرز مثلا، اخترنا الأرز جينا وسحبنا. يلا ما عندي ما نضغط والله عم برسم هاد. طيب خلينا نجرب نعمل هيك. شوفي هلا نحن اخذنا هاد ضغطت ما عم بقدر. هو المفروض شوفي هلا شلون سحبنا نحن الصورة قبل شوي مثلا هيك. شايفة انا سحبتها المفروض يحطوا دغري. شايف جيت انا اسحب هاد لهون معقول هو ورا مثلا. طب خليني أغير من الألوان، نجي نشوف فرقي من الألوان. بس ما عم ينسحب مثل الهدي. جيت أنا سحبتها اتعدل. anyway انتو جربوا، جربي عندك لنشوف ورود لو سمحتي. عليكم في واحد ما طلع. عرفتي شو الفكرة؟ انه كثير الخط صغير كان. شفتي شو صار؟ انا وقت اللي قربت اعمل زوم شوفوا كيف بالزوم هو في خط بس مو مبين انه كثير رفيع من هون. بس نحن عم نسحب. شوفوا هلا اذا اجيت انا سحبت هاد حتى شفتوا قدرت اعدله. مثلا اجيت رسمت خط هيك اغير اللون اعمله اسود عشان يبين. كبر هاد 20. أنا ضغطت عليه شايفين بس هو لازم ينسحب. بس anyway يعني على الخطوط قدرت أعدل فيهم هي مشان الأرز. هدول طبعا كلهم هون موجودين كلهم حتى الفلاورز كل شيء كل شيء. بس شايفين كل شيء نحن عم نقدر نسحبه إلا الخطوط، لأنه المفروض إنه نحن نرسم خط. ايوه نرسم خط وهو بيحدد المعيار بقى. طيب نرجع على موضوع الخطوط. يعني كنترول اي هذا هاد شيفت في او سي نحذف هدول. عدلنا نحن بالخطوط بالرسم. نفتح هذا اللون الاسود عشان يبين اللي هو اللون الطبيعي. طيب هلا
هي هون إعدادات الخط، إذا ما لقيتوها بتلاقوها هون بهدول الموجودين هون، أحيان بتلاقوها هون بالترانسفورم بالأونلاين باراجراف. طيب حتى شوفوا ويندو بيجي أنا بلاقيها هون. طيب سلام بدنا الكابتن، هدول الإعدادات، هدول الإعدادات كمان كتير مفيد مهمين، كاركتر والباراجراف هنشتغل عليهم. هي عنا هلأ النص كتبنا، الأوباسيتي ما في مشاكل، الألوان ما في مشاكل، هون اسم الخط للكاتبينه نحنا. هاي الكاركتر هي اللي هون مكتوبة، هي نفسها في حال ما لقيتها، بس نحنا طلعناها من قلب الويندو، بس هي دائما بتكون بالكنترول، بس في حال ما لقيناها نقدر نطلعها من ويندو. بالتايب في أكتر من وحدة، باراجراف ليك هاي الباراجراف اللي هون ليك هي هون. طيب كنترول صفر، هاي الكاركتر شو بستفيد أنا من الكاركتر؟ الكاركتر غير هدول الأشياء اللي هون موجودة من ديفولت، بنغير الخط هاي عروح لهون عشان تبدو. هون بنعمل نص معناتها. طيب خلينا نجيب تكست عشان نشوف أكتر. هاي الكتابة، هذا النص اللي موجود عندي، اجيت أنا كبست كاركتر، في عنا هون الخط قياسه قديش قياسه، فينا نصغر هيك ونكبر، وفينا نقرب هون، المفروض تصير الماوس مثل خطين هيك تقدر نحرك فيهم هون بدل ما نضل عم نكبس بهي الطريقة مثلا، وفينا نكتب هون هيك نعدل هون قد ما بدنا، فينا طب فينا نكتب نحن نسبة قد ما بدنا، فينا نيجي نضغط ضغطتين نكتب مثلا 120 كبر. ايه بس هون في عنا شوفوا شو صار، هون صار في زائد. شو يعني هي الزائد؟ هي بتعني انه هون في نص مو ظاهر، نحن من كتر ما كبرنا ما عاد ظاهر، بنشد 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 هيك لحتى يروح. طب انا غيرت هون الاعدادات، طيب ماشيها ضل هيك نشد يضل طوالي هيك لحتى يروح الزائد راح الزائد. هلا خلينا نحطه بالنص. هي عنا الكاركتر، خلينا ناخذها هيك شوي عشان نكمل. هي كاركتر. طيب هلا هون قديش القياسات؟ فينا نعدل بالدرجه واحده واحده، يعني احيانا بكون انه مثلا هون في حوالي تصميم انا ما بدي كتير انزعه، ممكن صغر هيك طريقه اصغر شوي، او ارفع مثلا هدول الحرفين لفوق مثلا بكفي هيك. هذا للتباعد بين الاسطر، هنا نبعد بهذا الشكل، طبعا في كتابه وراها ما شاء الله، او خليها ممكن احتاجها شوي تاني. هي التباعد بين الأسطر مرسوم مبين، التباعد بين الأسطر هون مثل يعني يعني مو إنه بيمط الحرف، وإنما ممكن إنه هيك بيعدلك على العرض تبعه، أو يعني يعني أنتوا شايفين كيف يعني، بس بيعدل بطريقة إنه على الحرف نفسه، يعني بكبر أو بصغر كحرف مو ككتابة كامل. هي ما بنستخدمها كتير، خليها على الأوتو anyway. وهون التباعد بين الكلمات، يعني أحيانا مثل هلأ هذا الاسم اللي كنا بنحكي فيه، شوفوا عند لونا كيف أنا هون لونا كيدز لحالة ولا محا محا، أنا إحنا بجروب نلبس على الكيدز، جينا لهون جيت أنا بدي أخليه تحت تمام، وبطريقة أنه في فراغ في فراغ. نسوا شيء تحت بالشفت لوحدي أو هيك. هلا في عندي شغلة هلا وأنا عم أشتغل حأقلكن عليها، تمام؟ لما نضغط شفت ننزل لتحت بتصير كبيرة النزلة،
وقت ما ننزل أو نحرك أو يروح يمين أو شمال بالشيفت. بس لما بنقيم إيدنا على الشيفت بصير بينزل بطريقة بسيطة صغيرة كتير كتير. شيفت شوفوا كيف عم ياخد نقلات، تحرك بطريقة أكبر. طيب هلأ نحن حنرجع لهالموضوع الكاركتر هون. نحن أنا بدي تباعد بيناتهم يجي لعند اللونة، جايب هيدا هون عشان أنا لقيته بشع فأجيت عملت هيك ضغطت. فينا طبعا نعدل بالنسبة شو ما بدنا. شايفين كيف؟ خليني بعده كمان شوي، صرنا كثير على الزاوية بس مشان نشوف. هيك فينا نحن نسحبها مثل قبل شوي وقت كانت القائمة. نجي لهون نبعد بيناتهم، بس طبعا لازم يكون التباعد منطقي، يعني مو اجي اقراها انا هيك ما حتنقرا معي، لانه حتى لو في فراغ بين الفور وكيدز، لو حتى هذا موجود هذا الفراغ، بس تحسوا كثير في فراغ بين الاحرف ما له طالع حلو. ممكن نحن نعمل نبعده بطريقه تكون هيك مثلا، ونجي نجيب لونه مثلا ونعمل، اذا كبرنا المسافه بلونه ممكن يطلع أحلى تباعد. شايفين بيشبه صار مثل تبع الماركات هيك العالمية اللي مثل مثلا دوف أو شي، بتلاقوا هيك مسافة بيناتهم شوي الأحرف بعيدة مثلا. هاي ممكن نصغرها كمان شوي، نصغر الأحرف ونخليها هيك مثلا، نحطها مثلا مع هي العكفة الحمراء. ممكن نغير اللون لأنه ما حلو، حطه أبيض ما حلو. طب ممكن نحطه أورانج أو أزرق، ممكن. أو ممكن نفس اللون. طب أنا بدي نفس اللون، شو بدي أعمل؟ بس آي يلي هو هذا موجود منه بالفوتوشوب، بيجي بحدد بس انا وين بدي، واجي احدد لهون واجي بس هو حرف الاي لهذا، واجي اعمل هيك راح ياخذ لون الازرق وياخذ حتى اعدادات الخط، كل شيء ياخذ كل الاعدادات. طيب اجي اكبس على لونه، انا بدي لون لونه. هلا حيصير هي فيها نفس اللون ونفس القياس. يلا اي أخذ نفس القياس ونفس اللون. طيب أنا بدي بس اللون، كبست الكبستين وجيت لهم، أخذت هذا الرقم كنترول سي، عملت سكيب طلعت منه، رحت على فور كيدز كبستين، جيت لهم حطيت كنترول في كبست أوكي صار نفس اللون. كنترول صفر عشان نشوف هوني هاد أول لوجو مثلا، طبعا مو حلوة لازم تغير، بس يعني نوعا ما بس مشان نشرح الفكرة. نطلع من الجروب نرجع لهون، فهي عنا هذا الكاركتر مثل ما عنا فينا نعدل هون بالتباعد بين الأحرف وتباعد الأسطر. هي توسيع الخط أكتر، شوف شو عم يصير، عم بيضخم الخط، عم يوسع. شايفين كيف صار؟ مثل كأنه عم يكبر الخط مثل هون إذا عدلنا. سكيب كل شي نطلع منه سكيب مثل ما قلنا بهي وقت رسمنا وإنه ما بدنا نكمل سكيب. يلا طيب شايفين شو عاملين صح؟ طول خط. أحيانا بيكون هاي بنشتغل شو بستفيد منها؟ أنا عاملة لوجو وحلو وكذا وكل شي تمام، بس أنا حابة ألعب بإعدادات الخط مشان شو؟ مشان إنه مثلا اخترعت خط جديد لحالي، يعني هلا هذا مثلا اسمه هاد سكال سكال مثلا، جيت أنا هو هيك إعداداته هيك شكله وجيت عملته هيك وبعدين عملته بشكل إنه يصير لوجو كتابة بس مثلا، عرضته رفعته لفوق طولت. شوفوا ال قديش عم ترتفع بأول كلمة. وعندنا هون كمان العرض، عم يعرض
بيناتهم، شوفوا ال قديش عم تصير عريضة. انتو بين معكم من اول حرف اللون الاول كلمة فورا، شايفين كيف قديش عم تكبر؟ يعني هدول بالاخير اعدادات انتو بتستخدموها عدلوا فيها وتغيروا فيها، مثل ما حكينا عنهم هذيك المرة. هذا ممكن يعملنا اياها كلهم all caps، يعني صاروا كأنكم كابسين كابس لوك، صارت كل الاحرف بالكبير. هلا هي كل الاحرف بالكبير اجينا لهون كبر بس اول حرف، ولا شو عمل هون صغر small caps كبر، شايفين خلاهم كابس لوك بس صارت يعني مثل ضغطهم صاروا مضغوطين. في عنا هاي كمان، هاي مثل ما قلت لكم على كلمة first، عشان ما تكتبوها بطريقة انه تصغروا كل واحد لحاله. شوفوا هون شو عم يكبر اول حرف مثل كلمة first، اذا اجينا كتبناها نفس المبدأ عم يكبر اول حرف. احيانا بكتب المدارس اذا بتلاحظوا وقت بكون في عنا لغة انجليزية او لغة تانية، احيانا بيبدأوا بالمقالة بحرف كبير بعدين بحطوا قدامه الكتابة، مثلا حرف ال قدامه كتابة كبيرة، هذا تحته خط وهون بنص خط. طب انا اشوفه كم وحدة صرت كابسة، انا بدي الغي هدول الشغلات، بدي الغي انه يكون تحته خط، بس بتبس عليها مرة تانية، هون بتبس عليها مرة تانية، راحت هون قمت هي قامت هاي بشكل عام. وهون الباراجراف هون اذا بدنا نحطه متوسط نحطه على الشمال، نحطه انه يكون محاذاة، انه ما يكون اللغة العربية احيانا، عشان شوفوا هلا اسحبهم كلهم على نفس المكان، يعني اسحب هذا شوفوا المحاذاة عم تكون على قد الرسم، شوفوا هون شو الفرق، شايفين مو على قد المسافة من هون، اوكي جاي على القد، بس هون في تباعد، شوفوا هلا هون قريب هون بعيد هون قريب، جيت كبست هيك، يعني مثل التوسيط، مثل شو بيقولوا لها هاي مثل الوورد، ملف الوورد هون، هدول تعداد نقطي عند كل انتر تكبسوها بيكون بيحط لكم التعداد، وهون فيكم انتم تختاروا اشكالهم، بدنا هون بهذه الطريقه، بدنا هون احرف، بدنا هون 0 1، بدنا هون اي بي سي دي مثلا، هون نقاط هيك بالاشكال اللي بدكم اياها. طبعا مو منطقيا نحط هيك لانه خلص معناتها ما له شغل، هيك مثلا سطر بدي مثلا، وهدول كمان اعدادات فيكم تغيروا فيها. شوفوا شو عم يعمل هو، انه انا بدي اياها هيك بهي الطريقه، ما تستخدموا هدول الديفولت مثلا، فيكم تعدلوا هون بالمقاسات كيف ما بكون، هون هنن موجودين اساسا موجودين. اريا تايب كمان، الاريا تايب هلا بناخده هون ليك، هي الاداه اريا تايب اسمه. وهون عنا إذا بدنا نرسم بالخط، شوفوا كيف هنعمل، أول شيء نحدد غير هذا الاسم، ناخذ هذا. فنحن بقي عندنا درسنا يخلص نص ساعة، شو رأيكم هلا حنكمل هدول تنتين اللي هدول بقيانين وناخذ استراحة وبعدين نعمل شغلة حلوة، شو رأيكم؟ يعني حسيت إنه صار تعب ومعلومات معلومة مشيكي فرفش الدرس شوي. هي عنا هاي الكلمة مثلا، ليش أنا اخترت هاي؟ لأنه هون النص كتير كبير، فمستحيل نجي نعمل هيك إلا إذا كنا عم نشتغل وما عم بين أصلاً. خلينا نجرب على هاد الألاين، مالي شايفت أنا شو بدي أحطه بالنص هيك الألاين، كبر الخط شوي هو آخر شي. طيب ها 120 حطه بالنص، طب انا ما بدي احطه بهي الطريقه بالنص، خليني احط كنترول صفر، بيجي باخذ هاد بسحب بسحب بسحب، ما عم تطلع من اللون هدول، ما في شيء لانه محدد له بالنص، نحن مختارين اللاين تو اربورت تمام. هذا النص اجينا، هي كانت موجوده، هي بتعمل اشكال بالهي، فرضا عنا هي الدائره حطها هون، وجينا نحط كتابه حواليها، بيجي بيضغط على هذا النص بعمل هيك، صار عندي ارك، حتى بطريقة الانحناء حتى بهي الطريقة حتى بهي الطريقة حتى بهي الفلاج، في عنا فيش
أو ويف، يعني بنختار بهدول الأشكال اللي نحنا بتناسبنا شلون أنا بدي إياه. وفي عنا كمان إله إعدادات إلها مثلاً هوريزونتال شكل عرضي، فيرتيكال شكل طولي، هي اللي عملتها بالامتحان سالار. السالار وقت إمام، إمام صح إمام. سالار اشتغلت كمان بشغلة، بشو عملتها؟ أيوة فوق طبقات، صح طبقات عفوا، أي صحيح مزبوط إمام. ففينا نغير بالإعدادات هون، فينا نحط نحن قديش بدنا نسب. أحيانا لما أنا أجي أعدل ما بيتعدل أو ما بيبين معي، يكون البريفيو هاد مو مفعل، أجي أنا قد ما عدلت ما راح يبين شيء، بس حط بريفيو يصير بيتعدل. بس أنتو لا تعدلوا بنسب عالية، شوي شوي، لأنه طالما أنا عم حرك الماوس ما حيتغير شيء كمان، فحاولوا تغيروا بنسب بسيطة مشان تقدروا تشوفوا إنه قديش أنا بدي إياه مثلا هيك. طب أنا ما بدي إياه هيك بهي الطريقة أبدا، بدي إياه رجعوا على الديفولت، برجع بقيس على أي شيء وبرجع بحطه بيرجع لي إياه على الديفولت. مثلا إحنا هلا نسحبه هيك، وجيت أنا هون بدي إياه بس يسحب لي إياه بطريقة عرضية، شوفوا عم يعمل هيك عم يشده، وهي بطريقة فيرتيكال، شوف شلون صار الخط مع بين. طيب بكل الأحوال نحن حنرجع نعمل له إنه ما بدنا هاي نسب هاي كلها، نحط له صفر مثلا، صفر أوكي إيه كبست أوكي قام طلع منه. ليش؟ أنه أنا أكدت له إنه هيك بدي إياه، بس شوفوا لسه هون في الإعدادات موجودة، يعني نحن طالما اخترناها لهي هاي الأداة اللي طلعناها قبل شوي فبتطلع إعداداتها. نضغط ضغطتين ورجعنا للنص نفسه، شايفين النص بشكل ماله ظاهر لأنه نحن اخترناها لحتى يعدلن عليها شكل الآر وكذا. هي مشان إذا نرجع نشوف الخط كيف كان، هدول الستايلات. عملنا vertical، غيرنا البلند وكذا والopacity تبعه، كل شيء بيتغير. هي شوفوا شو حلو، مثلا ممكن نحطها هيك تحت شغلة كتاب مثلا، لو في إذا في عنا كتابة ماشية ورا بعض مثل النص اللي اشتغلنا فيه قبل شوي. فإعدادات النص يعني لا يعني ما بتنحصر فيها كتير شغلات. هي شفتوا لاحظتوا شو ضغطت أنا؟ ضغطت ورجعت لإعدادات لأنه هو بالأساس وورد، بس هذا النص شوفوا ما طلع لنا شيء مثل هاي، هاي اللي كانت موجودة قبل شوي. ليش؟ لأنه نحن ما نفعلينا، ما نحاطين له للخط أو للتكست أي إفكت منها. جينا لهون لقينا أنه رجعنا مثل ما كان، وهيك هذا اللي نحن كنا عم نشتغل فيه، هاي الإعدادات اللي عم نشتغل فيها نعدل فيها. في كمان طريقة تانية يعني شي عشان يبين أكثر، نرجع الأوباسيتي مثلا، نعتبر هذا خط أو نص أنا بدي أعدل عليه. شوفوا البين لوين لاحظنا، ها كبست على المنتور ملت ألت، قربت لهون كبست مثلا كنترول، كبست كبسة واحدة، كبسة واحدة عليها. شايفين صار عنا خيارات كتيرة. جيت أنا مثلا هاي الزاوية كبست على هاي الزيرة، عدلت على يعني كبسة معها كنترول، صار فيني حدد على التنتين. شايفين شو صار بالنص هلا؟ صفر، شوف النص كيف صار، صار فينا نعمل أشكال على راحتنا. هاي إذا فعلنا موجود هون، وإذا نرجع على الخط ذات نفسه بنكبس على هاي، نرجع الخط كتابة بنكبس ثاني، اخترناها مثلا تغير، رجعنا لهاي رجع نفسه عشان إذا بدنا نعدل فيه. شكلنا ما رح نكمل باقي هذا اليوم، بكرة نبلش بالفرشاية وباقي أو الأسبوع القادم نكمل باقي. بس هلا صار عندكم فكرة واسعة، صارنا أخذين كتير شغلات منيحة، وخصوصا البنتول
عشان إذا حدا بده يرسم شيء جديد أو شيء تاني، يعني شيء يعمل عشان اللوجو يقدر يساعده. هاي ناخذ بس استراحة 5 دقائق أو 10 دقائق إلا ربع، 2 إلا ربع، مشان نبلش فورا نشوفه. بعت لنا سلار هذا اللوجو، هي حابة إنه تعمل نفسه، هي امبارح رسمت جزء منه ويعني في بعض الأمور استعصت عليها ما قدرت تكمله، واختارت الاسم حتسميه سالار بيوتي، وهو حيكون اختصاصه بمجال الميك اب هلا مبدئيا. هي مع المستقبل ممكن تضيف شيء جديد على البراند تبعها، ممكن يكون ألبسة، ممكن يكون اكسسوارات، كله هاند ميد، بس يعني انه اللوجو تبعها كثير بدل على هيك، يعني انه نقول فيمنن، يعني كثير في شغلات هي اللي رسمناها، يعني بتدل على انه صاحبة اللوجو يعني صبية وعندها شيء معين بالشغل. الألوان هي حابة هاي الألوان، كمان حنشتغلها نفس الألوان، وممكن نشتغل كمان نضيف عليها ألوان تانية. هلأ بعد الاستراحة بركي نشتغله، أعلمكم على طريقة إنه كيف نعمل لوجو بطريقة سهلة، بس خليها لمو هلأ درس اللي بعده، لأنه هلأ إذا عملناه أو ممكن لأنه أنتوا حترسموه بإيدكم بعدين. أوكي بس أعطونا هلأ، نحن عنا الساعة 1:30 و5، 2:45 نرجع. يلا نحن حناخذ الاستراحة الثانية، وإذا في حدا عنده سؤال بعد الاستراحة يسألنا يعني يجهز سؤاله. هي حنحط كنترول صفر. هلأ نحن حنشتغل هلأ على اللوجو تبع سالاري اللي بعثتنا، يعني هاي هي الصورة. نحن عنا هلأ الشغلة السحرية اللي حكينا عنها، عايدة شوي مكان هذا، فالحركة السحرية اللي بدنا نعمل عليها اللوجو. في حدا عم يكتب لنا؟ أنا عم بسمع صوت كتاب. تمام، هذا هو اللوجو اللي بختارته سالاري. هلأ أنا رح أعمل له يعني دوبليكيت مشان تقدروا تشوفوا الفرق. نحط هذا على جنبه، أنا هذا الأساسي. أول ما نضغط على أي صورة مثل ما قلنا، هاي الحركة السحرية ما بيمشي حال على فوتو. فوتو نجيب صورة ونعمل لها، ما بيمشي حال، لازم تكون شيء مرسوم رسم. تمام، أي شيء حتى لو فيها لون ما في مشاكل. هلأ بنجرب على شغلات تانية كمان، بس يكون المهم إنه تكون شيء مرسوم. يعني مثلا هاي شو بنستفيد منها؟ لما نكون عندنا شيء مرسوم راستر مثل اللي كان على الفوتوشوب، بالفوتوشوب مو في شغلات إذا كانت مرسومة وعملنا عليها زوم بصير في بيكسل، وقلنا إنه الإلستريتر هو بس فيكتور. شوف هلا هي مو صورة، حنعتبرها نحن مرسومة بالفوتوشوب، إذا عملنا هيك شوفوا قديش البيكسل، شايفين؟ طب هلا نحن حنضغط عليها، عنا أي صورة. أنا من وين أجيب هاي الإعدادات؟ مثل ما حكينا إنه هدول الألاينمنت والقصص هي والترانسفورم التحريك وكذا، فما لنا شغل فيه. فنحن أي صورة منجيبها شوفوا، راح بس أضغط على الصورة طلعت هاي، طلع هذا الشريط. هون الأوباسيتي بتعرفوا اللي بدنا نضغط عليه، هون إعدادات هي هون اسم الصورة أنا من وين نزلتها، بس بضغط على الصورة بعملها تريس إيمج، شايفين بالدقة نفسها بس تريس إيمج. شوف هلا هنعمل زوم، عم تسأل ورود إنه نشوف إذا عملنا زوم، شوف شايفين تريس إيمج. أحضري الدرس من على هذا الإنترنت، عم بيكون شفتوا شلون؟ شو رأيكم بالسحر؟ هلا في شغله، كل ما كانت الصوره اللي تنزلوها بتكون دقتها عاليه كل ما ساعدتكم وكان فيها تفاصيل اكثر. اذا كانت صغيره وهي بتصير الخيار، بس شوفي بصير عندنا مشكله انه بنصير نعدل زياده. يعني مثلا شوفوا هلا هون هو اخذها مزبوط لانه الرسمه كتير صح وكتير دقتها حلوه، بس لو اخذين صوره ثانيه هلا حنجرب بشيء ثاني، مثلا هلاقي انه في شغلات بتدعتيل. بس هلا طلعوا هلا نحن صح هي مرسومه، بس انا ما اخذت نفس الالوان، حط ليها ابيض واسود. هاي من جهه، من جهه ثانيه شوفوا انا اخذ ليها كامله. شوفوا هلا نحن هاي اول شيء تاكدنا انه كل شيء نفسه. هلا شوفوا ممكن احيانا نحن لازم تكون عندنا صورتين، لازم نكون حاطين تنتين قدامنا. ليه؟ لانه ممكن يتروح تفاصيل من الصوره الاساسيه انا هون ما اشوفها، مثلا ممكن شايفين هون عند هاي مثلا ممكن يغير فيها مثلا، فانا ما انتبه الزاويه هون مثلا تكون مالها مثلا كير مالها انه او بزاويه يعني عادي. هنعمل هيك زوم، شوفوا هون، هون طلعوا
شايفين في هيك شوية عكفة، شوفوا هون مثلا، هون في مرة هيك جاية دغري، شايفين؟ فنحن بنقعد بدنا نظبط بس هي الشغلة التفاصيل، شوفوا لأنه هون الخط جاي هيك، بعدين في طلعة هيك صغيرة ونازل، صح؟ إذا أنا هيك شايفة، أنا هلا شوفوا ما عم بقدر أعدل على شيء، عم بكبس ما عم بقدر أعدل، نعمل كنترول صفر. هلا تأكدنا أول شيء إنه الرسمة نفسها، يا إما بنحذف هاي يا إما بنحط على كل وحدة لاير بنجيب هاي مثلا لك مثل ما اتفقنا، هي هاي الصورة تبعنا، نجي حاطين نحن هون نعمل لاير جديد، هاي الصورة تبعنا سحبناها مثل ما قلنا لهون صارت فوق، نعمل هيك عشان نحن عم نشتغل نقدر نرجع نشوفها. هلا نحن بنصير بندقق بنشوف هون، شوفي أشياء هون غريبة، شوفوا بتحسوا هون كمان عند، أنا لاحظت كأنه عند رقبتها هون في شغلة، شايفين هون ما له خط ستريت، فانتوا لازم تركزوا تشوفوهم كلهم. بس هلا اول شيء خلينا نحكي، هلا انتوا شو تمشوا خطوه خطوه وبتعدلوا بتصيروا، هنشوف كيف بدنا نعدل. هلا شايفين هون الصوره انا عندي خلص اخذ لي اياها الشغله السحريه صارت، بس شوفي عندنا مشكله انه انا ما عم بقدر اعدل، شوفوا وراحت لانه. طب شو ساوي؟ بجي بضغط، بعد ما ضغطنا على هي بيطلع لنا هذا الشريط، بعد ما كبسنا على كلمه تبع تريس ايمج بيطلع هذا الشريط، ما عم طلع تريس ايمج وقت عم نضغط عليها، شوفوا كيف هلا هي الصوره بجي بكبس عليها صار يطلع لي تريس ايمج، قمنا الصوره ما في تريس ايمج، شو بنعمل؟ نعمل اكسباند، نضغط على اكسباند، شوفوا شو هون صار في ازرق، صح؟ شو بيعني انه في باث؟ شو هو الباث؟ مثل ما قلنا اي شيء نحن عملته نرسم فيه على الالستريتر. نضغط ضغطتين فتت على جروب، شوفوا صار كل جزء لحاله، فيني اعدل عليه، فيني اقيمه، فيني اشتغل فيه. طب انا هو كانه في باك جراوند، شوفوا في باك جراوند بيضاء، شايفينه؟ طب انا شو بدي اعمل هلا لحتى اعرف؟ لانه هون اصلا وراي ابيض، اعمل هيك، هي انا عم بحكيكم عن طريقتي الشخصيه، بجي اول شيء بسحبها لبرات الارت بورد، بعمل هيك، قيم هي كبس كبستين فتنا على الجروب، قلنا هي. طيب في لسه ابيض كمان، في اشياء ثانيه بتكون اصغر اصغر هيك، هم في مربعات صغيره، طب انا بدي اقعد نقي وحده وحده، فيني انا اعمل هيك؟ بس مشان ما اشتغل هالشغله انا اجيت اخترت هذا اللون ابيض، بجي بنقول له هون select، بقول له same fill color، شايفينه؟ same fill color، هو هلا حدد لي كل شيء ابيض هيك المفروض، بجي بس بعمل delete، شفت السحر؟ سحر ثاني. هلا بنجي نعمل هيك حطه بالنص، صارت عندي اللوجو جاهز. طيب بدي الالوان، هلا طبعا انتم لازم تعدلوا بعدين على على الشيبس، لانه مثل ما قلنا شفتوا عند رقبتها هون في طلعه هون هون دغري مثلا، فانا بجي شفتوا فقدت اللايرات، جيت لهون متزوم، اجيت بدي غير هذا اللون، اول شيء بجيب التول اللي قلنا عليها بسحب اللون، نسحب اللون صار هون، بجي لهون انا في بكبس كبستين، بكبس على هاي مثل ما قلنا، يا اما بالشيفت بنحددهم وحده وحده، يا اما مثل ما انا ممكن استخدم اللاسو تول نحدد هدول، حدد لي اياهم كلهم، يا اما بالشيفت مثل ما قلنا. طيب هلا هو حددهم، هلا اللون اللي اخذوه نحن اخذين اسود، هو شايف الاسود، فنحن شو بنعمل؟ نرجع نكبس اي ناخذ اللون في، اخذ اللون، رجعنا هلا هدول، دول شغلتهم سهله لانه يعني كلهم نفس اللون، نكبس ضغطتين نضغط هون كلهم اسود، هاي الوحيده اللي مو محدده. كيف بنعرف؟ ممكن نعمل كنترول اول، او شفتوا قبل شوي وقت اللي عملنا هدول ممكن نعملهم جروب عشان ما يتخربط الامور، شوف هلا صار عندنا هون جروب بس لهدول، جينا بنغير اللون ناخذ الاي حرف الاي نعمل هيك خلص تغيروا، هدول لكم بجروب لحاله، شايفينه؟ اذا جيت عملت هيك راحوا، هيك احسن افضل. هلا شو بيصفى؟ بنعمل نلغي هاي، قول له كنترول او، جمعناهم كلهم ناخذ اي نشوف نشوف الجروب محدده على فكره. هلا اذا نحن حتى لو لاغينا هي محدده، فنحن بدنا نقيم التحديد عنا عشان ما تاخذ نفس اللون الازرق، نجي نضغط هون عفوا، نجي نضغط عليها بالشيفت نقامت، شفتوا كله محدد الا هي، نجي بناخذ اللي قلنا عليها التول اللي بتسحب اللون نضغط هون اخذ اللون في، ضغطتين صار عنا نفس اللوجو، شو رايكم؟ هي مشان ما يتعب الواحد يقعد يشتغل كتير يعني ويرسم، وهي بس هو يفضل انكم ترسموا، بس انا عم بحاول اعطيكم شيء يلي انا اخذت وقت كتير طويل لحتى تعلمته.
الله يسلمك يا رب. فهي فكرة إذا حبيتوا شي لوجو تشتغلوه أو كذا، وممكن تلاقوه صعب وتلاقي أنا بدي أرسمه هلأ وحدة وحدة وأقعد أشتغلها وكذا، خلص هاي الطريقة أسهل شي. حبيت لوجو عجبني، بس أهم شي مثل ما قلتلكم كل ما كانت دقة الصورة أكبر كل ما أحسن. بتعرفوا على جوجل في شي اسمه بحث بالصورة، سيرش بالصورة، بتحطوا الصورة هو بدوركم على نفس الصورة وين موجودة بمقاسات معينة، فأنتوا بتاخذوا أكبر صورة شو ما كانت. ما نحن هون فيكتور، قد ما يكبر يكبر ما في مشاكل، بتعملوا تريس ايمج، بتعملوا له اكسبان صارت عنا، حذفنا الباك جراوند لانه هو اي شيء بتعملوا له تريس ايمج حيحط لكم باك جراوند. فنحن بنطلع برات الارت بورد، بنقيم الباك جراوند، بنختار الالوان اللي بتكون مثلا مثل ما قلنا هون صار يطلع لنا ابيض، قلنا له انه فيل كلر، قلنا له سيم فيل كلر، من السلكت بعدين سيم فيل كلر، ناخذ الفيل كلر بيقيمنا كل شيء ابيض، صار اللوجو هيك نظام. نشوف هلا اذا حذفنا الصوره صار عنا يا كنترول صفر نحطه بالنص، نحن مصطينه مصطينه على الاغلب او لا. هلا صارت هلا هي ما عاد لها شغل، اللوجو اللي حذفناه قبل شوي خلص اللاير نحذفه ما عاد لها، عفوا هي اللاير يلا ما عاد هي دي. خلص صار عنا اول شيء هي بدنا نسميهم طبعا عشان ما نتخربط فيهم، لازم نسميهم. هون صار عنا اللاير لحاله والباقي لايرات لحالهم. كيف بدنا نعمل هاي الشغله؟ بتعرفوها، نضغط ضغطتين على هذا بالجروب، نحن هي اساسا جروب. خلص نقيم التحديد عنا بالشيفت، نحط كنترول اي اول شيء بعدين نقيم شيفت، باقي نعمله كنترول جي صاروا جروب. نسمي هاي مثلا، نقول مثلا جيرل او مثلا نيفرتيتي مثلا، وهون نكتب مثلا سنابل سمبلت هذا عشان نعرف بركي انا بدي اغيرهم، بركي مثلا جبت شريطه وحطيتها بشيء ثاني، حطيت بدال السنابل شريطه مثلا. مثل ما حكينا فكرة الجروب وتنظيم الشغل كتير بيساعد. شفتوا أنا مثل السنابل ممكن هون حط فشاي، ممكن أنا أجي عينها مثلا أفتلها لفوق بالعكس، صار فيني عدل على كيف. شوفوا هاي ها قمت العين، أجيت أنا قمت هاي وحطيتها فوق، أجيت أنا بدي عدل ها هاي بالبين تول مثل ما حكينا، جينا ألت أو مثلا كنترول مثل ما قلنا وسحبنا، صار فينا نعدل بالشكل شلون ما بدنا. يعني ليش أنا حكيت على هاي القصة؟ شوفوا شو هون في، شايفين هاي اللي قلنا عليها هون هاي انه مالها دغري. اول شيء بنضغط فيه على الشكل، بعدين جبنا البين تول، شايفين هون في عنا مثل هيك كيرف صغير، بنعمل زوم زوم نقرب نكبس كنترول، ضغطنا على هاي جينا شايفين طالعين هدول اللي قلنا عليها هون الزراع، نجي نقرب هاي هيك شوي، بنقرب هاي شوي لانه كمان هاي ماي كبسنا برا، بس هون طلعت هاي شوي زبطوها انتم. صرنا فينا نعدل بأي ما بدنا. شوفوا هون هلا مثلا كبسنا هيك، انا بس انا لساتني بالبين تولها بس عم بكبس بالكنترول. شوفوا هلا انا برات ما في تحديد، وهي بين تول ميك اب، جيت كبست كنترول كبست على الشيء اللي بدي اياه، عملت زوم لانه كل شيء وانتم عم تشتغلوا لازم تعملوا زوم، لانه اذا مو قريب ما بيتبين معكم. نجي قربنا ضغطنا وين ما بدنا، نجي ضغطت على هاي الزرع ومثل هيك صار يعني ضابطة الميل. هاي مثلا هون قربت، شوفوا هاي مثلا نعمل ألت لبرا نعمل هيك تعدل كنترول صفر ضبطت، مثلا ضبطت هون الرقبة صارت زاوية تمام. نحن ليش شو الفائدة انه خلينا الصورة قبل شوي على لاير تاني؟ مشان نخليها لا تحسوا انا حذفتها بس مشان نفرجيكم، لازم نخليها مشان كل شوي نفتح عليها ونشوف عم نشتغل صح ولا لا. هل أنا هون مثلا هاي مو محروفة، مثلا هون هي كير مو بزاوية مثل هون هيك زاوية، فبتأكد من الرسمة من هونيك من اللاير الثانية اللي خفليها كانت لونها حمراء باللوجو لأني تمام. في أي مشاكل؟ بدي تقولوا لي شو رأيكم بالسحر. هاي صار عندها هلأ سلار اللوجو جاهز، بس عليها هي تكتب كاملة، تكتب مثلا سلار نكبر الخط شوي بس نشوف سلار مثلا، هي آلة بيوتي. ايه والله شايفة هي قاتلي مبارح، قاتلي انه انا عم باخد وقت وانا عم بشتغل تابت، قاتلي ماش اذا ما كملت، قاتلي ما في مشكلة يعني ما شاء الله عنها. انا حبيت انه هي مجتهدة قاعدة عم ترسم وصرت طول الليل بس لحتى ترسمها، بس انا قلتلكم انه في شغلة بدنا ناخدها بالاخير. انا خلص هلا بيان درسين صار لازم بقى تكونوا هاي الادوات عندكم، صارت هاي الطريقة السحرية تقدروا تساووها. بقى يعني بس شغلات البراند تعرفوها بس،
هلا اي رسم عندكم يا صار فيكم تعملوا هيك. هلا هي الشغله مفيده كمان ل امام يلي رسم النسر صح، خليها لبكره هيك او للدرس الجاي عشان نشوف في لسه شغله ثانيه ممكن نعملها. لا هذين كان ما حيكونوا سحر، لا حيكونوا يعني ادوات زياده تقدروا انتم تشتغلوا فيها، يعني تساعدكم بالشغل. فهي صار هون. هلا صفية تحط مثلا الاسم هون، مثلا بتحب تحطه هون بشكل هيك مثلا نايل، هي وذوقها كيف هي بتحب. بس المهم نحن عملنا مثلا ممكن تحطه هون شوف شو طلع حلو، مثلا تعمله بخطوط عريضه وتغير مثل ما قلنا انه نحن فينا الاحرف نقيم ونحط فيها نغيرها فوق نحطها تحت طالما عملنا نحن كرييت اوت لاين، سحبنا لهون عدلنا نزلنا شوي رفعنا يلي بدنا اياه. وهون ممكن ايما ونحط فرشاية مثل ما قالت تبع الميك اب مثلا، وخلص صار سالار سالار جروب او سالار بيوتي. ممكن تخليه سنابه لانه بجوز مع المستقبل تضيف على على الميك اب مثل ما قلنا البسه، او مثلا تعمل شيء بوتيك إلها. فاذا حطيت هون فرشاية للميك اب صار اي حدا بيفوت هاي ماركت ميك اب مو البسه مثلا. فخلينا نبعد شوي عن التول اذا ما حنحدد، اذا ما حنكون محددين يعني بالشغل. لا اذا مثلا انا طبخ خلص طبخ ما حضف شيء، او مثلا حلويات بس حلويات ما حضف طبخ مثلا، او مثلا بوريك او شيء او كذا، لا انا شغلي بس بالحلويات فقط. فانه بس بالحلويات ممكن نحط مثلا كب كيك وفوقه مثلا كراسي، خلص هذا اللوجو تبعي انا، بس بشكل احترافي بشكل. انا اهم شيء بيهمني الذوق. شوفوا هلا سالار نطلع لوجو كتير بيشبهها مثلا حاببته. تيجي مثلا ورود كمان عملت لنا يا ايات عملت لنا لوجو كتير حلو مثلا، هي هلا بدها تعمل لوجو بخص مثلا البسة الاطفال. فاليوم هلا صار عندك انت طريقه، شو صرنا بنعمل هلا؟ هلا يمكن هلا حبين معكم موضوع البيهان. نيجي نعمل هذا هو اصلا بيهان احنا بقلبه، هذا حساب سالار مثل ما حكينا. هلا اليوم وقت تعملوا هذا كلياتنا نضيف بعضنا مشان نصير نشوف شو عم نشتغل. وبدي تعملوا كمان مشاريع. هلا اذا الكل موجود هون بدنا نعمل انت سالار موجوده، هي سالار عم تقول التعب كله اختصر بضغطه واحده، هذا هو السحر اللي حكينا عنه. بدنا نعمل مشاريع كونه الكل موجود، بدنا نعمل مشاريع تكون مشتركه كل اثنين سوا مشان نشوف شو حتقدروا تشتغلوا. نحن هون إن شاء الله بركي بكرة أو الدرس القادم نحكي فيه. هلا بيانا نحن درسين، معناته الدرس القادم نحكي فيه مشان الدرس اللي بعده إذا كان فاينل تكونوا صار عندكم تعبتين تشتغلوا كل شيء. بيسألكم شغلة، أنتوا بتقدروا تداوموا بقلب الأسبوع ولا في كل سبت أحد بس؟ ورود ما عندنا مشكلة. طيب كمان هيك اكتبونا على جروب الواتس قبل نشوف شو بدنا نساوي. هلا نحن مثلا حنكتب براند للأطفال مثل ما قلنا ألبسة للأطفال مثلا kids مرة هيك حتى آيات بتفكر إنه الكل عم يشوف معي بتجي بتقول لي آيات نفس الشيء وما أنا شايفين kids مثلا شو قلنا fashion مثلا ما حطلع fashion كله brand identity. شوفوا مثلا عاملين هذا، شوفوا هلا انا بس هيك كتبت له، كتبت لهم انه انا بس بدي لوجو بدي ماركه البسه للاطفال. البراند يعني ماركه، براند يعني ماركه بتعرفوا اكيد، والايدنتيتي يعني هويه. لكل شغل له هويه بصريه، هويه بصريه هي كل شيء فيه بقلبه. شوفوا مثلا هلا اثنين هون عاملين للاطفال، شوفوا عاملين كفر حلو دورتي برافو. شوفوا هون عاملين للبروجكت تبع هون عاملين كفر حلو، حاطين صورة أطفال، حاطين اللوجو بشكل مثل ما قلت لكم إنه دائما يكون ستاندرد الأبيض والأسود. رجينا عملنا هيك، شوفوا هو عامل أول شيء مثل يعني مثل مقدمة، يعني عامل للشغل بروجكت كامل. أول شيء كاتب هو شو، عبارة عن ستور هو، وهذا هذا اسم هذا وهي اللوجو تبع هون. بلش يعرف عنا انه نحن الاطفال نحن عم شوفوا هون. يمكن فكرته انه اكثر من طفل كل عم يلعب، شوفوا هون لانه هو خلص عم يرسم لنا شو الفكره. هون الاسم، هون حط الالوان اللي بنحكي عليها انه قلنا انه البلد تبع الالوان تدرج الالوان اللي طلعناه. بدي ارجع هلا اشارككم الشاشه شير هاي البلد اللي طلعناها من هون تدرج الالوان، تذكرتوها
يلي لما نختار أزرق بيغير لنا بيحط لنا كل الدرجات الأزرق. جينا هلا حطينا على هاد نختار شايفين حطينا كل التدرجات تبعه، بس نحن لازم ننتبه نحن بقلب الجروب براته. شفتوا لأنه هلا أخذ لونين، نحن ها شايفين هلا تغير صار لونه زهر وأزرق، بس ما له واضح عليكم كتير. فهي هي 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 البلد تدرج ألوان، فهو رايح مشير هون حاطط تدرجات الألوان بس ما له كاتب الهيكس. شو الهيكس؟ نرجع لهون، الهيكس هو درجة اللون كرقم. يعني مثلا اجيت انا اخترت هذا اللون بيكو هذا الزهري، فين غم اشهر ومعنى هذا مثلا. اجيت انا كبستين هون كل شيء هون مكتوب هذا الهيكس، طالما رقم كامل كل شيء بعد الهاشتاج هو او الهاش يعني هاي في رقم، هذا الرقم هو درجة اللون. بس انسخه وحطه بيحط لي نفس اللون. هون تدرجاته كار جي بي، هاي الار وهي الجي وهي البي، وهون سي ام واي كي اذا كنا بدنا نطبعه. هاي التدرجات تبعه، يعني مثلا بروح لعند المطبع بقول له هي الالوان تبع اللي اذا بدك تطلع اللون النظامي هي هي الدرجات، تكتب له اياها السي كذا الام كذا الواي كذا الكي. طيب نرجع على هي هي الالوان، هو هون اذا كتبها مثل ما نحن كاتبينها هون بارقام هي الهيكس. وهون عامل مثل يعني تعريف أكتر، شاغل أكتر، شوف شو عامل مثلا دوائر. هي بتقدروا تعملوها بالفوتوشوب، بتجيبوا دائرة وبتعملوا لها ماسك بتشتغلوا عليها أو بتقصوها بتعرفوا على الفوتوشوب، حطوا صورة ودائرة وهي الصورة. هون عم يشرح أكتر عنها، شوفوا حط اللوجو وراء صورة الأولاد اللي كانت، يعني عم يشرح بشكل أو بآخر. شوفوا هون حاطين لوجو تاني لشي تاني، يعني هلأ أنا مثلا بدي أعمل هذا اللوجو صار فيني أعمل بجيبه مثلا هون هو حاطه بشكل لا بس على الصورة. طب تعالوا نجرب، هنجيب هاي ولا سيف ايمج حطنا على الديسكتوب. يلا ديسكتوب نروح على اوكي، هنرجع نعمل كنترول اوبن سي كنترول او نروح على الديسكتوب. أكيد أنتم ما عم تشوفوا ولا بس لأفتح شكرا رضي الله عنكم ما هي رجل. سهلا أيوة هاي كنترول صفر. شوفوا هلا هي صورة تمام، بس نحن بدنا هاي يعني ما أنا بالبريمير ما بلشنا تمام يمان. عنا هاي الصورة اجينا انا له تريس ايمج، شفتوا اول ما نضغط على الصورة تريس ايمج شفتوا شو سابه؟ الصورة ما اخدها بس اخد اللوجو، لانه الصور هو ما بيشتغل ما بيساوي لنا اياها كتير نادرة ما تصير. شوفوا حتى ما في تفاصيل شو هذا. طيب هلا انا بجي بعمله اكسبان، بس على فكرة انا ما بدي لوجو هيك شغل، بدي شيء انتو تختاروا شيء وتعدلوا عليه. يعني مثلا هلا انا عجبني هذا اللوجو، اجي بنتناله اكسباند عملنا رجعنا لورا سحبناها على الطرف، بعدين اجينا عشان ما نضطر نحذف كل شيء حواليها بناخذ يلي بدنا اياه، ناخذ مثلا هاي او ممكن نحذف الاسود بس نجي نعمل سيلكت لهي، نعمل كنترول اكس بتعرفوا الكنترول اكس كنترول صفر او كنترول لنروح الشيء اللي هنيك، لانه بتعرفوا اذا سيفنا هدول راح يطلعوا. ونعمل كنترول اول حددنا كل شيء موجود على الارتبورد، حذفنا كنترول صفر كنترول في او خلينا على الرمادي عشان تقدروا تشوفوها. شايفين ليكو اللوجو صار موجود، هاي هو بيجي نكبس هيك بقيم هاي الابيض مثلا او بخلي نجمة، بس هو هون حاطط هاي لانه شوفوا هاي بس يعني فل حاططها فل بقلبه. يعني احنا فينا مثلا نجي نضغط هاي ثاني احتفل شوف شو بيصير. شوفوا شوفها هاي هي الصورة اللي بديها. شوفوا انا قدران اعدل، شوفوا هلا هون مشكلة ما طلعت الالوان. طيب انا برجعهم بعدين حتى هم ما عم يطلع. طيب حنختار احنا من هدول مثلا نجي نختار هذا اللون ازرق، جيت لهون اخترت البنفسجي لهون
الأخضر. طب والأسود؟ ها هاي الأسود، ما حتى تعمل أوت. هاي الأسود كبستين شكله هذا بجروب، تمام شفتوا هو الجروب. هلا أنا بدي أحدد الأسود ليكو طالع، بيجي هلا أنا هون حطوا هذا مثلا، صار عندي لوجو. طبعا أكيد ما حتخلوه هيك، شو رأيكم؟ هلا أنا بدي لكم شغل يكون كتير حلو. هلا اللوجو تبع سالار كتير حلو، حنخلي عليه نشتغل عليه، وكل حدا بده بفوت على البيهانس وبيطلع بيطلع شيء مناسب. ما بدي هذا اللوجو انا مثلا، ما بدي تجيبوا لي هيك شغله، بدي شيء تكونوا انتم عاملين عليه. بدي اشوف الصوره الرئيسيه، مثلا احنا مو نزلنا صوره سويناها هلا هلا، بدي هذا اخذناها من هذا اللوجو. فرجوني الصوره الرئيسيه وبتفرجوني انه انا مثلا عدلت بهي الورده مثلا، مو بس تغيير جيت مثلا ضفت كتابه فوقها، جيت انا هذا مثلا حذفته، جيت مثلا وراها هون فرضا هاد خليتها هيك شفافة. بدي شيء مثلا تجوا تشتغلوا بالبين تول، هاي البين تول عملنا هيك واخذنا كنترول وسحبنا غيرنا فيها. يعني انا بدي اشوف الاصلي وشوف الجديد، تمام؟ واختاروا لوجو ظريف مثل ما شفنا هون بالبيهانس، لوجو ظريف حلو يكون هيك على ذوقكم وتغيروا انتم فيه، تمام؟ هاي حنشير كمان هذا اللوجو، ها هذا شوفوا عمل هو هون هوية بصرية، شايفين هاي؟ هاي اللي حكينا عنها، هاي العلب انه هاي الماركة ماركة اكسسوارات مبينة، حتى لو ما كتب شيء هو بقلب بقلب البروجكت ما له حكي شيء عن المشروع لهداك، بس هون كاتبين جولري فصرناها، حتى كمان الصورة هي بتوحي يعني، تمام؟ فبدي منكم شغل حلو، صور فيكم نضيفوا صور، تعلمنا كيف نضيف الصور، تعملوا هيك شيء يعني. شوفوا هاي هي اللي حكينا عنها، هاي هي الهيكس. نشوف هون الوان الويب، هون الوان الار جي بي، هي يعني مثلا انا هلا بدي ل لورود بقول لها لون الار جي بي عندك لللوجو شو الالوان؟ بتجي لي 128 116 171، خلص هي للار، هي للجي وهي للبي، تمام؟ او مثلا دقينا من المطبع بتقول لي 58 53 80، هدول للويب. وقت اللي بدهم يشتغلوا على الويب الالوان تبع الويب بتكون غير هي. شوفوا هلا اذا جينا لهون في شيء خلينا نشارك في هون بالالوان، شايفين هون في وحده اسمها ويب ووحده هون كمان بالالوان بالمكتبه، شايفين الوان الويب فيها كتير كتير اعدادات. طبعا نحن انا مختارين زهر فهو مختار لك كل الالوان الزهريه او الشيء القريب عليها. يعني الوان الويب تختلف عن الار جي بي والسي ام واي كي. كيف الار جي بي لكل شيء ديجيتال والسي ام واي كي للطباعه، كمان الويب نفس الشيء. طيب ان شاء الله تكونوا استفدتوا هذا الدرس، اشتغلنا كتير شغلات واخذنا كتير ادوات اليوم، فهذا الاسبوع عندكم شغل كتير. بدي اشوف مشاريع حلوه، واللي بيقدر يعمل لي هيك نفس مبدا البيهانس هون مثل ما عملنا هدول المشاريع. خليني ارجع شارك الصوره. اللي بيقدر يعمل هيك مشروع بيكون يعني خلص نحطه الأولي بكل التدريب. شوفوا هون حاطت اللوجو مثل هذاك اللي كنا فيه كمان تاع الأطفال. شوفوا شو حلو إنه أول شيء نبلش هيك بشي بسيط، عامل يعني راسم شاغل، عامل شيء كاتب يعني محترم عقل المشاهد أو اللي عم يحاول يستوحي منه. يعني إحنا فاتحينه مشان نستوحي، حاطت صور للأطفال لحتى تبين. شوفوا الألوان، يعني شوفوا راسم رسمة. أنتوا كيف ما بتريدوا، أنتوا عملوا اللوجو أول شيء، اختاروا لوجو وعدلوا عليه واحتفظوا بالصورة الرئيسية اللي أخذتوا من اللوجو. يشوف قديش أنتوا عدلتوا، لأنه نحن صح تعلمنا هاي الخطوة السحرية، بس كمان إذا أجينا عملناها ممكن هاي تسبب لنا خطر علينا. يعني مثلا أنا أجي أشوف لوجو لشركة شحن ولاقي كتير حلو، يجي شو أعمل؟ أخده مثل ما هو وعدل بس الألوان. تجي شركة الشحن مع الأيام دريت فيه وشافت إنه اللوجو موجود وهذا اللوجو إلهم ومسجل والشركة مسجلة، ممكن يرفع عليه دعوة، بيجوا بيحكوا مع الشركة إنه أنتوا عاملين نفس اللوجو بس بغير ألوان. أمين المصمم ولا المصمم إناس؟ يلا نوقع فيها. فأنتوا المفروض وقت تاخدوا، هلأ أنا أجيت أخذت هذا اللوجو مثلا، شو عملت؟ مثلا ممكن قمت هاد وقمت الدوائر مثلا حطيتهم قرام من هون، حطيت فوقهم هاد، واحد اثنين ثلاثة عملتهم في القوس قزح وبيناته دوائر مثلا، هاي مثال.
فلازم انه انا استوحيت الفكره وصار عندي اللوجو، باخذ منه بعض التفاصيل وبشتغل. حتى ممكن ما يكون لوجو، ممكن يكون صوره، مثل الصوره اللي عملتها سلار، اجت مثلا ورود رسمت بايدها، مو انت بترسمي وبتكتبي بالخط العربي، اجيتي انت كتبتي كلمه ورود على صوره، خلاص هو مو شايف، كبري الصوره، شايفه هنا الخط كيف مكتوب بجرافيك قديم، تجي كبري الرسمه، اكتبي بخط حلو كبري وصوريها وارفعيها على لابتوبك. عشان هيك انا كنت بعملكم انه صوروا شيء ارفعيها على لابتوبك. طيب انت عندك شيء على حسابك؟ ما معك شيء تقدري تبعتي معي على الواتساب؟ معك اي صوره انت رسمتيها او كاتبتيها اذا عندك، عشان نعمل هلا وحده على السريع انه هيك شايفين هون. نحن بس كتبنا كيدز كلوبي، بس جينا لهون شوف شو طلع معنا اشياء. شوفوا شوفوا العلب الاشياء، يعني بدي اشوف انا هيك مشاريع، ما بدي اشوف مثلا والله كتبنا ولونا. شوفوا ما احلاهم، شوفوا هون حاطين كل واحدة شو ترمز مثلا، والالوان لشو. هون الخط الهوية البصرية مثل ما قلنا لازم نختار خط مهم، انه انا اخترت هذا الخط ما لازم يطلعوا عنه. مثل الجزيرة لها خط، العربية لها خط خاص فيها، حتى صار باسمها. تمام بعتينا اياها على الواتساب. هلا حتبعت لنا صورة ورود هي رسمتها بخط ايدها، هنعملها مثل انه مو لوجو، ولكن انه حنقدر نعملها هلا بقى نقدر نشتغل. شوفوا هون شو عاملين، هاي يعني التيكت تبع الالبسة، انه حتى هي مصممين لون اياها، يعني مكون محطوط عليها السعر وهيك قصص تفاصيل عن انه غسيل او شيء، حاطين ستيكرات مثل ما قلنا. هي بعتنا هلا صورة نحن على الإلستريتر. شوفوا بس الساعة، شوفوا شو اسمها بنفس الصورة اللي كنا نحن آخذينها. فنحن بنجي على هذا الشغل تبعنا اللي هون اشتغلنا اليوم، جربنا نحذف كل شيء، هنجرب من أول وجديد. هلأ حذفنا هاي الصورة اللي اشتغلناهم اللونه، وبعد ما عملنا خدي البناية، هاي الصورة تبع سالار. هلأ كنترول أو رحنا على الداونلود الأغلب، هاي تمام، هاي الصورة رسمتها ورود. هلأ حنشتغل نفس الشغلة، صورة عنا مفتحت، نكبس عليها ضغطة واحدة هلأ نحن فينا نكبرها كمان، أحيانا ما نكبرها شوي ممكن تعطينا تفاصيل أكتر. حتى لو طلعنا برات الأرض، جينا ضغطنا على الصورة Trace Image، شفتوا شو صار؟ قبل ما نعمل هيك لازم نعمل Duplicate للصورة عشان نشوف قديش فيها تفاصيل راحت، ونحطها طبعا على Layer تاني عشان مثل ما قلنا انه نعمل لها اخفاء او نخليها، بس هلا ما حنشتغل هالشغلة عشان السرعة. عملنا هيك جينا Trace Image، جينا لهون وشفنا نفس التفاصيل، اي نفسها. ممكن هون لها اشوف شلون مطموسه هون مفتوحه، هنقربها هيك شوي ونجيبها هيك قدام عشان نشوف الرينج تو فونت هيك اجت. يلا شايفين هون لها، اذا عملنا هيك شايفين هون في نقطه مفتوحه هون مطموسه، مش هيك نحن لازم نشتغل عليها. هي اللي تكون عليها انه مو دائما نقدر نشتغل فيها بانه بس بتسهل علينا كتير، بدل ما نرسم من الصفر لا خلاص كل شيء جاهز، بس بس نظبط التفاصيل. نقربها هيك شوي الألف، ايوه هون معكوفة، بس صارت شغلتها سهلة طالما كبسنا هيك، احسن ما نرسم من اول ونقعد نعيد ونشتغل بالبين تول وكذا. هي اكسباند، بعد ما عملنا اكسباند كبستين بنحدد، قلنا هدول مثلا وقلنا هاي مثلا، اجينا حددنا هاي الرسمة اللي بدنا اياها يعني. نعمل كنترول اكس كبستين، كنترول صفر عم يطلع صدى، كنترول في تمام ما في مشاكل، كبستين لساته هون اوكي. هاي حذفنا هاي وهاي حذفناها، صار عنا الاسم، جبنا هاي شايفين، نقعد نرسم منقرب. حتى فينا نعمل شغله ثانيه، نعمل هدول شوف اذا جروب هن، لا مو جروب، كنترول زد كنترول يا اول يا اما نحددهم، كنترول جي جروب. جينا لهون حط هاي الصورة مثلا بالنص، انا ما بعرف اشتغل غير بالنص،
فبنجيب هاي الكتابة بنحطها هون تقريباً بشكل معين، نقرب نحط هيك، بنحط الأوباسيتي هيك عشان نقدر نشوفها نغير لها لونها، لأنه اللي تحت هي سودة أصلاً. اسمع، حطوا هذا اللون وكأنه أخذ جراي سكيل. رجعني لدت ما نطلع الألوان، ما في مشاكل. تو نختار من هذا بس بساوي يعني ناخذ أصفر 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 أصفر. بجي أنا وبعمل زوم وبمسك البينتو عدل وبقرب. مثلا هون عندي أول شي من سنترو مزبوط عشان ما يطلع شي برات شي، حطها هيك. طالما هي جروفة أنا عم اشتغل مزبوط نفس القياس. بجي لهون مثل ما قالت ورود قبل شوي، شايفين هون الهاي مو مبين كتير. بجي بعمل بي وبمسك هاي بحط الكنترول بكبس هيك بعدل هون. بجي هون في زاوية بكبس كبسة واحدة هيك بعمل ألت صارت زاوية، أو مثل ما قلنا من هون فينا نطلع هاي بتاع الزاوية. بس هي يعني الشورت كات يلي على على الكيبورد كتير بتسهل علينا الموضوع، يعني بصير أسرع. بمسك كنترول وبسحبها هيك، شفتوا شو صار؟ رسمناها مظبوط، ما تعدلت معي مثل ما بدي. بقرب كمان حدد هاي بالكنترول وبلعب بالأزرع تبعي في نقطة هيك، نقربها هيك هيك لحتى أكون أنا راضية عن الشكل تماما. عندكم أسبوع كامل، فرجوني إبداعاتكم. تمام، شوفوا هلا هاي رسمناها نحن فقط زر أو زرين، واحدة تريس إيماج وواحدة إكسبان. لسه للتريس إيماج في إلها كمان شغل ثاني. تمام، بس هلا تقريبا صار فيكم تعملوا لي هوية بصرية مثل هاي، صح ولا لا؟ مثل هاي مثلا، تجوا مثلا جيبوا صور، جيبوا صور من أي مكان، جيبوا صور وحطوهم. وهدول كمان الأسبوع الجاي بنحكي كمان تفاصيل أكثر عن السورسز، من وين تقدروا تجيبوا صور، من وين تقدروا تجيبوا شغلات مثل هدول الاستيكرات أو مثلا أيقونات. تمام، بدي هيك شغلات تعملوا، بس جيبوا أنتوا يعني أي صور واشتغلوا عليها بهي الطريقة. حاولوا قدر الإمكان، وأنتوا صرتوا تقدروا تعملوا آرت بورد، بتروحوا على الإلستريتر بتقولوا أنا بدي أعمل 4 آرت بورد أو 6، أقل شيء 6، أقل شيء 6 لازم. تجوا ونعمل آرت بورد هذا جديدة، ونحط قياسات ونعدل، وبتعرفوا أنتوا تستحب تشتغلوا بالإعدادات تبع الآرت بورد، صرتوا بتعرفوها كمان. من هون بتضيفوا، ضيفوا كمان مرة تانية، فيكم تبلشوا أول ما تبلشوا هي كنترول نيو كنترول إن هاي نيو، من هون صار فيكم كمان بتعرفوا أنتوا. حطينا هون 6 وحدات نقلو كرييت، صاروا كلهم من نفس القياس. بدنا نعدل مكانهم أرينج أول، نحطهم هيك أو نحطهم هيك مثل ما قلنا أو كلهم هيك. المهم أنا بدي أشوف عندي هيك يعني بدي أشوف عندي 6 وحدات، بس يفضل مثل ما هو حاططهم لأنه مشان تقدروا تشوفوا أكتر. حطوا هيك، تحطوا الرسمة هون، جيبوا الرسمة بتحطوها هون قدامكم، بلشوا أول صفحة بدي إياها اللوجو، بعدين الألوان، شو الألوان اللي استخدمتوها مع أرقامها، بعدين تحطوا مثلاً أنتوا اخترتوا للألبسة بصورة أطفال، تحطوا فوق اللوجو مثل ما عملنا. بدي هون مثلاً الأطفال شو بيستعملون مثلاً، استيكرات مثلاً من هدول نلزقهم مثلاً بأشكال معينة، مثلاً دبدوب، تقدروا ترسموا دبدوب كتير سهلة، كله دوائر. كرت مثلا ممكن تعمل كرت، شوفوا هلا هون مو شفنا نحن في كرت تبع الالبسه. هلا وانت عم تدوري على الرسمه هي تبع الالبسه اللي بحطها التيكت تبع انه قد ايش سعره وشو في وانه كيف طريقه الغسيل وكذا هيك. تمام، انتوا اخترعوا ورجوني، صار عندكم كل الادوات تقريبا. حتى هدول يعني هلا انتوا حتى لا عم تشتغلوا ما حتعتازون خلص، طالما البنت تحطوا خلفيات، تحطوا صور، تحطوا صور، تضيفوا صوره. انا بدي ادوس صوره انه خلينا ندرس في خصوصا بالصور، وتحطوا صورة وترسموا عليها وتحطوا أشياء، ورح نتعلم كيف نقدر نقص الصورة كمان بقلب هذا. بس خلينا الدرس الجاي إن شاء الله. تمام، بركي الدرس الجاي بنعمل براند خصوصي كمان. إن شاء الله يكون الدرس مفيد واستفدتوا، وبشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم. مثل ما قلنا إذا بدكم أي شيء تسألوا عن أي شيء بعتولي بقلب الأسبوع. المهم بدي أنا 6 آرت بورد يكونوا هيك على كيفكم، على ذوقكم، بدي اشوف ذوقكم فيهم. واي لوجو مثل ما حكينا بتجيبوه، بدي الصوره الرئيسيه تبعه، شو شو انتم شايفين. تمام، ان شاء الله. يلا على يعني اشوفكم على خير ان شاء الله. تمام.